وشيء في دواخلنا له في النفس آثار، فهيا احكوا لنا الأحلام لنشرحها بأحلى كلام، فرؤيا الحق في الإسلام لا فعل وأقدار. أعزائي المشاهدين في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم في حلقة جديدة من برنامج أسرار الرؤى. طيب هاخد اول اتصالات النهارده. امه الله، السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته، ازيك يا حبيبه قلبي؟ الله يخليك يا رب. ازيك البرد أبو؟ باين النهارده بجد بقى كده باين الايه؟ البرد. الحمد لله الحمد لله. يا حبيبه اختك شفاك الله وعافاك. الله يخليك يا رب العالمين، ربنا ما يجيبلناش فيكي حاجه وحشه ابدا. الله يخليك يا حبيبتي، الله يخليك. اتفضلي. امبارح والله حاولت اكلمك بس برضو الكارت خلص. معلش يا حبيبتي، معلش. اتفضلي. انت عامله ايه يا قلبي؟ الحمد لله بخير، الحمد لله، ربنا يطمني عليك. الله يخليك. انا قفلت معاكي المره اللي فاتت ونسيت اسالك، انا والدتي مش متوفيه، موجوده. موضوع القط اللي كلمني وهي قالت لي ولد ومش ولد، وجاب جناحات او جاب جناحات وتحول لكتكوت وقعد عند الترابيزه. أيوة. وكده. وبعدين قالت لي هاتي لك 10 كيلو برتقان وطلعيهم، ما قلتليش اعمل ايه في ال 10 كيلو دول؟ لا هو 10 كيلو برتقان بس، انت قلت لي ان في عصير كمان. هو الواد بيقول لي يا ماما انا عايز اشرب عصير برتقان. ما هو العصير البرتقان فبيدل على الامر الميسر، الامر اللي سهل. لان عايز يشربه ازاي ده يعني؟ لا مش عايز يشربه، بيدل على الامر السهل اللي هيكون انت مرحبه بيه، امر يكون سهل عليك وانت فرحانه بيه، لان العصير اسهل من الاكل. يعني حبيبه اختك تفتكر السيناريو ممكن يكون غلط؟ اللي هو بتاع المره دي ولا المره اللي فاتت؟ لا المره دي ما بانش، وكنت عايزه اسالك انت قلت لي في بشره من الدكتور، يعني لو حاول يقول لي حاجه المره دي اسمعها بامر الله، لان الاولاني كان غلطان، الاولاني ما كانش صح. بس انا عملتها في مركزين بس كان لسه في الرابع وفي الخامس. بامر الله ربنا هيبشر لك وييسر لك امرك ان شاء الله. ان شاء الله يا رب. يا حبيبتي انا عندي رؤيه واحده قد كده وواحده ايه مش هينفع بالله عليكي حلفي ما يقفلش عليا. حاضر، ما حدش هيقفل ان شاء الله. حلمت بواحده جاياني، انا كنت في بيت وكان ليا جاره مسيحيه وعزلت من جنبها. كان معاها ولدين. وبعدين يعني كانت بتاخد ساعات بنتي الصغننه وكده، فحلمت بواحده جاياني، انا ليا جرح في ايدي اليمين شبه الهلال كده. جرح؟ فلقيت واحده جاياني انا في ايدي انا. لقيت واحده جاياني وبتكلمني، وبعدين ببص في ايدها لقيت نفس المكان اللي فيه الهلال اللي في ايدي انا، الجرح اللي في ايدي بس هي رسمه عليه هلال. بقول لها اذا انت دق اهلال، قالت لي، قلت لها نعرف مش مسلمه وموحده بالله، قلت لها ماشي وما انا كمان مسلمه وموحده بالله، بس انا اعرف اللي بيدقه ده انا ما شفتش حد كان ده غير جاره ليا مسيحيه هي اللي مربيه لي بنت، الله يصلح حالها. دي مره. اسمعيني بقى في الثانيه ولو حتى عايزه اقفل او الخط هيقطع مني. طب قول. في واحده سته انا ما بكلمهاش يعني ربنا يهدي لها حالها. حلمت بيها ان هي ساكنه في مكان زي ما يكون في عشه. وليها خاله قاعده وانا معايا واحده صاحبتي. وصاحبتي دي عماله تعاكس في خالتها، وواحده تانية لابسه لبس مبهدل كده مش لاقي على بعض وبتقول انا شيماء انا خالتها. لقيت الست دي طالعه، الست دي منتقبه. فلقيتها طالعه من العشه دي او المكان ده لابسه اسود ووشها زي ما يكون مهموم ورفع النقاب، وزي ما يكون اختي طالع لها من الجناب كده شعر طويل زي شنب الرجاله. من الجنبين على بقها. يعني كام شعريه كده، خمس ست شعرات في كل جنب وكحل بس سايح. فقمت انا قلت ايه ده، قمت انا بقول لصاحبتي هي دي هي دي، قال يعني انا بوريها. قامت صاحبتي بصت لها كده، قمت انا لقيتها اديتني ظهرها ونزلت من المكان ده، العشه دي رايحه على حته زي ما تكون حمام، فقمت انا رحت شدها من ظهرها. انا بصراحه كنت بشدها من ظهرها في ضميري ان اضربها. وبعدين ما ضرب يعني لقيت الحكايه مش مستاهله فما ضربتهاش، اما لفت بصيت لي قمت قلت لها ايه، انت ما عرفتيش ان انا تعبانه، تعبت وخفيت وتعبت وخفيت وتعبت وخفيت. قامت هي ردت عليها قالت لي اسكتي لاحسن انا ولادي، هي كان هي معاها ولدين وبنت. انا ولادي طلع في بطنهم دوده وما احناش عارفين دي ايه. مشيت وراها لغايه ما دخلت الحته دي حمام، ولقيتها موطيه زي ما يكون سوري يعني على قاعده بلدي وبتغسل نص كارع كده ماسوره بس مطبوخه، وزي ما يكون حاجه نطرت منها على وشي، فانا قرفت رحت سوري يعني رحت تفاها كده، قلت ايه القرف ده، وبعد ما طبختها جايه تغسلها وهتطبخها تاني.
وبعدين لقيت رف عليه ميك اب كده مكياجات وحاجات هي بتباعها، فبقول لها مش تديني حاجه من دول، قالت لي ده انا خلاص سبت الشركه. فانا شديت حاجه من دي، فببص لقيته باكت فيه حاجه مش عارفه كحل ولا ايه، وفي قلمين روج. بصيت لهم من بره قبل ما افتح الكيس، لقيت الروج ده بقول يمكن اللون اللي انا بحبه، لقيت ولا واحد فيهم اللي بحبه، رحت قافلاه تاني وعينه ولا مكانه. وبعدين ببص لقيت هدومها الداخليه منشوره على حاجه منشر كده حوالي يعني بتاع 20 30 بوكسر كده بتوعها. وبعدين قلت ايه ده، هي نشره هدومها كده رايح وجاي يتفرج. وبعدين مسكت قمت انا مسكتهم بدل ما هم منشورين لفتهم بحيث يبقوا متداريين. وبعدين لقيت واحد بسوسته كده فمسكته، قمت قلت ايه ده، انا زمان جوزي شاف ده. قمت ببص لقيت السوسته دي من ورا، قمت قلت لا لا بلاش قرف، اصلا ده شكله متوسخ، وحتى بيتهيألي لو شافه مش هيعجبه. ده احنا عندنا في البيت حاجات انضف من دي، يعني حاجات خاصه بي انا. مشيت وراها دخلت بيتها تاني وانا معاها. في دخلت اخوها، انا منتقبه برضه بس كنت قاعده بوشي وبشعري، لقيت اخوها داخل هو واحد صاحبه، فبتقول له تعالى يا علي. قمت انا رحت اي مجري ادور على اي حاجه البسها ما لقيتش، ببص لقيت طرف اشار بطويل كده بس هو شكله جديد وبتاعها. رحت انا اخداه اسود، وفي وردات كده منقوش منه في اسود، وفي فص بيره بتبرق كده. قمت انا اخداه وحطاه عليا، راح ساترني كده لغايه كوعي. وبعدين قلت هو ده بتاعها شكلها شاريه جديد، ورحت حطاه عليا يعني ما همنيش، اهم حاجه عندي ان انا كنت اتستر. فانا عايزاكي بقى تقولي لي اما اروح للدكتور لو قال لي على حاجه اساله على نوع الجنين ولا لا. هحكي لك، لان انا قبل كده جاتني بنت برضو متبرزه في الحلم، وغسلت لها بس ما شفتش عورتها، البراز كان مداري العوره، وكنت بعمل اكياس صباع لنفسي، والكارت برضو ما كانش فيه اسم الطفل، حتى قلت ده مش مكتوب فيه ولد ولا بنت، وبنت كانت قاعده معايا فبحط ورقه بشوكولاته فيه او بونبوني، فبقول لها ايه ده، قالت لي كل ورقه. طيب أمة الله، الأول عايزة أقول لك على حاجة، هو حلم كله هاخد منه حاجة صغيرة خالص، اللي هو موضوع الدود اللي في البطن ده، أما الباقي كله أضغاث أحلام. الحلم الأولاني الست المسيحية اللي هي بتدق ده، علامة الهلال اللي هي نفس اللي في كتفك وفي كتفها، هي بتدقها بتعملها دي مرتبطة بدي. بتقول إيه بقى؟ بتقول يا ترى يا هل ترى أنت حامل في ولد ولا بنت، ده اللي أنت نفسك إن أنت تعرفيه. أما بقية الحلم كله أضغاث وأحلام. ليه بقى؟ يعني عايزه اقول لك على حاجه صغيره في الحلم الطويل بتاعك ده كله. الانسان لما بيجي ينام فتره طويله خالص خالص، فبيجي الجن بالنسبه له النوم زي المسرح، مسرح الجن، النوم الطويل هو مسرح الجن يتراقص فيه، بمعنى ان هو بيفضل يدخل لك في احلام في احلام في احلام في احلام في احلام لحد ما بيكون لك فكره، الفكره دي بتخوفك وبتبقى فيها حاجه صغيره من ربنا، ولكن مع طول الحلم وطبعا مع مش عارفه بقى انت نايمه متوضيه او على اذكار او على جنبك اليمين، ولكن عايزه اقول لك ان كله اضغاث واحلام، ولكن المرتبطين هنا اللي هو يا هل ترى وانا حامل في بنت ولا في ولد. فما تخافيش وان شاء الله بشره طيبه، وما تكتفي ما تشوفيش نوع الجنين في السونار، خليها على الله والله اعلم. اسماء السلام عليكم يا اسماء. اسراء السلام عليكم يا اسراء. السلام عليكم. اتفضلي يا اسراء. عليكم السلام. لو فكرتي في شويه. انا سامعاكي يا حبيبتي، ازيك؟ اتفضلي. ماشي. انا اول مره اتصل بحضرتك، وموضوع بيبهرني جدا، وعندي ثلاث احلام بس وخلاص، بس اتفضلي شويه ماشي. بس اول ثلاث احلام. عندك ثلاث احلام؟ ثلاث احلام بس ما هم حاجه طلب بس عشان اعرف اتواصل مع حضرتك. يعني ثلاث احلام فيهم حاجه انت عايزه توصليها؟ لا، ثلاث احلام بعد كده اطلب من حضرتك طلب. حاضر يا حبيبتي اتفضلي. اول حلم حلمت ان في واحده يعني جسمها مش زي جسمنا، رفيعه خالص. ارفع من العروسه. قالت لي انا عايزه اخش في الاسلام. قلت لها بسيطة، هتقولي أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله. تحاول أشهد أن محمد رسول الله، فراح في واحد شكل وحش راح خبط عليها وقال لها لا. بعد كده إيه، الخبطة جت فيا أنا، وبعد كده البنت دي اختفت. واحدة رفيعة عايز، استني بقى يا إسراء، واحدة رفيعة عايز تدخل في الإسلام. وأنت قلت لها تعالي هدخلك في الإسلام، صح؟ آه.
وجا واحد شكله وحش خبط عليها وبعد كده هي اختفت. لا مش خبط عليها يعني ضربها، بس ضربه جت فيا. قال لها لا ما تقوليش، بعد ما انا قلت لها اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمد رسول الله. الضربه جت فيكي انت؟ اه. وهي اختفت؟ بس اه اختفت. طيب ماشي. بعد كده انا اصلا ما بشوفش يعني غير ربنا، بس هو شكله كان هدومه ولابسها كان فيها تروما بتتلخبط. اه. المهم يعني هو زي ما كان كده وقع في الارض. انت اللي وقع في الارض؟ اه ده يعني كان تعب يعني او حصل له حاجه، فقال لي سامحيني يا بنتي سامحيني. قلت له وانت عاوز اني اسامحك بجد؟ قول اللي انا هقوله لك عليه. وانا كان نايم كده كانه على ظهره، وانا ماسكاه من هدومه وبقول بسم الله الله اكبر، وبقول قول ورايا، قول اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمد رسول الله. بيقول اشهد ان لا اله الا الله، وما بيقولش اشهد ان محمد رسول الله. بس ده التانية اسراء؟ لا لسه. كمل. بعد كده ايه قلت له طب قول يلا اشهد ان محمد رسول الله. فبيقول اشهد ان لا اله الا الله بس بارتباكي، مش عاوز يقول اشهد ان محمد رسول الله. بعد كده زهقت منه رحت لست. بعد كده البت دي بقى ايه رجعت تاني، حطيت في حاجه في جسمي كاني حامل في حلم. انت حامل في الحلم؟ اول حلم. هو ده كان تبع اللي هو الست الرفيعه؟ ايوه. هي دي بقى جت تاني وبعد كده حطيت حاجه في جسمي كاني حامل. اه. هو انت تعبانه من حاجه اصلا يا اسراء؟ لا هو انا مش عارفه، بس انا بتجيلي خانقه في صدري يعني مش عارفه يعني انا ما اعرفش ايه اللي عندي صراحة. طب انا هاخد ده الاول يا اسراء. موضوع الحمل. تعالي شويه عشان مش سامعك. طب انا هسمعك. موضوع الحمل، انت اللي ليكي فيه الحمل، الحمل بطنك اللي كبرت. اه. ده موضوع هم انت فيه. هم انت فيه ومشكله انت فيها ولسه ما خرجتيش منها ونفسك تخرجي منها عشان تعيشي حياه عاديه وطبيعيه. ده الحمل بتاعك. اما الست الرفيعه اللي هي عايزه تدخل في الاسلام والراجل جاي بدل ما يضربها ضربك انت وهي هربت و... فهي حاجه مهمه مش ليكي. ده لمسيحيين مصر. لمسيحيين مصر. اه. لا اصل في حاجه الغريب يعني انا يعني وانا بقلبه بقول بسم الله الله اكبر، وكمان بقول قول ورايا الشهاده، فما بيقولش اشهد ان محمد رسول الله، بيقول اول حاجه بس بارتباك او بيقولها بالعافيه. لا هي دي مهمه جدا، هي دي مهمه جدا. الست الرفيعه عايزه تدخل في الاسلام وكده وهربت من الراجل اللي شكله وحش اللي ضربها بدل ما اللي ضربك بدل ما يضربها وهي هربت، فبيدل على ربع المسيحيين والله اعلم مسلمين ولكن مستخبيين ومتداريين ولكن هم مسلمين والله اعلم. انت فاهماني؟ اه. لان ده راجل اللي شكله وحش متداريين والست اللي هربت فهم متداريين في المسيحيه ولكن هم مسلمين، وحاجه جميله جدا وربنا يهديهم. طيب. يا رب العالمين. ادي حاجه. انت بقى كل موضوعك انت البطن دي هو همك انت، يبقى احنا كده خلصنا من ده. قولي التالت. تاني حلم بقى التالت. هو يعني انا يعني مش عارفه كاني بدخل بيت مهجور، بس البيت ده اتكرر معايا تاني مره. دخلته مرتين، بس المره التانيه دي بقى بدخله وقلبي مقبوض ماشي، وحلمت بقى في شفت في واحده ست بقى بني ادمه في جسمها زينا بقى المره دي، بس كانها ايه استغفر الله رب سمعتها مش حلوه يعني. فايه قاعده تلزق فيا كانها ايه يعني استغفر الله رب مش عارفه يعني، فقاعده تلزق فيا. فبعد كده حد قال لي ايه البيت ده هيقع دلوقتي. فرحت نزلت بسرعه، بس وانا بنزل ما حصلليش حاجه. بعد لحظة لقيت البيت كله الجدران بكله تحول لتراب وردش. يعني احنا لما البيت بيتهد بيبقى فيه طوب وحاجة، لا هو كله كأنه تراب وردش جبل عالي كده. والست كانت نايمة في تحتيه يعني. بعد كده لقيتها قامت من تحت الأنقاض دي ما حصلهاش حاجة. فقلت ازاي سبحان الله، طب دي ما يحصلهاش حاجة ازاي يعني. فقالت لي عادة تمشي معايا، فانا كنت واقفه في الحلم كاني ما بتكلمش يعني كل حاجه بتحصل لها انا ايه واقفه جنبها كده، زي ما اكون راحت لواحد كانه هو جوزها. سامعاني؟ ايوه معاكي. ان جوزها فايه عادة تترمى عليه وانا برضو واقفه. فقالت انا محتاجه ايه اعمل علاقه معاك، انا محتاجه اعمل علاقه معاك. فقال لها روحي الله يهديكي وايه و يعني انت، فلقاها ايه في الاخر ان هي حامل. ففي الاخر يعني ولدت وكده، فبقى ان هي يعني هتولد وكده راح سابها ومشى. بعد كده بقى انا ايه البنت في الحلم اللي انا يعني بنيت بقى حسيت ان انا زي اكون رايحه محطه قطر
ومامتي بقى كانت معايا في ايديا اليمين عشان انا ما بمشيش لوحدي كده. فالست دي بقى ولدت في الحلم بنت شبهها بنفس تخنها، بس بقى ايه كانت على هيئه حاجه صغيره. فعايزه تلزق فيا، فماما ماسكني من ايدي اليمين وهي في الشمال وانا في النص، وعايزه اسيب ايدي منها وهي برضو عايزه تلزقني. فالمهم يعني بس كده تاني حاجه. طب قولي لي يا اسراء انت عامله ايه مع ربنا؟ والله هو انا بصلي والحمد لله، بس كلنا طبعا ما فيناش يعني بس انت مشكلتك انت مش انا بصلي كل حاجه، بس ساعات بس اقف الصلاه، بس دي مش بتبقى يعني غصب عني، ساعات بتبقى غصب عني ساعات بتبقى يعني المشكله كمان مش السرحان في الصلاه، كمان ان انت حصل لك حاجه، في حاجه حصلت لك من الحلم اللي هو التالت ده او التاني إيه ده، بقى ان انت اتعدتي عليهم، اتعدتي عليهم، تدوستي عليهم، دوستي على اسره منهم فاذوكي. مش عارفه بس انا لما ببقى بتحمس ساعات بحس ان في حاجه. انا بحكي لك اهو، ما هم اذوكي، هم اذوكي، الاسره كلها اذيتك، ما هم اسر زينا بالظبط، فاهمه اسراء؟ فهم اذوكي لان انت اتعدتي عليهم وانت ما تقصديش. فهي هو الحلم بتاع هددان البيت وبتاعت البنت اللي هي البيت اتهدى عليها واللي هي خلفت واللي هي دخلت فيك وفي جسمك والحاجات دي كلها، بس ما حصلش حاجه البيت، ما انت تعديتي عليهم على البيت ما حصلش حاجه، ما انت تعديتي عليهم، انت تعديتي عليهم فهم تعدوا عليكي. فالموضوع معاكي اكتر من حاجه، انت معاكي اكتر من حاجه مش كويسه اذياكي في نفسيتك وفي حالك وفي نفسك. طيب بصي طب بصي يا اسراء، سيبي حاولي تسيبي رقمك وانا هحاول ان انا كنت هو ده اللي انا كنت عاوزه اطلب ده عشان اكمل بقيه احلامي. من غير ما تطلبي، انا اللي طلبته اهو يا اسراء، سيبي رقمك وانا اكلمك. حاضر، شكرا لك يا اسراء. ام يوسف سلام عليكم يا ام يوسف. ام يوسف يا ام يوسف، ام يوسف راحت فين؟ السلام عليكم. عليكم السلام يا ام يوسف، اتفضلي. ام يوسف ازيك؟ ايوه ازيك، السلام عليكم. عليكم السلام، ازيك؟ الحمد لله بخير. بقول لحضرتك، قولي حبيبتي. كان في حلم قبل كده ان انا في الفيت بتتصل بينا، لا كلمتك عليها امبارح على فكره. امبارح؟ بتقولي ان يعني في يعني انتوا ما دفعتوش حق الشقه، فانا قلت لها لا احنا دفعنا حق الشقه كلها. قالت لي لا دول عاملين كمان جايبين حشرات علينا وهياكلوا العفش وكده. فانا رحت دخلت كده فخفت، قلت حرام ده العفش بتاعها غالي، بس ما لقيتش حاجه باظت غير حاجه تحت الحوض كده، خشب يعني الخشب اللي هو تحت الحوض. فالمهم ايه، قمت راحه قايله لها ده ما فيش حاجه باظت يا زينب، الحمد لله ده انت عفشك الحمد لله بخير، بس الحاجه اللي تحت الحوض دي عند حماتي اصلا. يعني اللي انا شفتها تحت الحوض ده الحلم الاولاني، يعني بس انا عندي حلمين تانيين. طب دي فيها غش في المعيشه. في ايه؟ غش ونفاق في العيشه ما بينكم وبين بعضكم. ازاي بقى؟ الله اعلم، في نفاق في المعيشه، طالما حاجه اتباعت وطالما في خشب تحت الحوض، والحوض بمثابته هو الراجل او العائل للاسره، في خشب تحتيه فبيدل على الحياه، فيها بص لبعضكم، فيها نفاق لبعضكم، فيها عدم ارتياح لبعضكم في الامور اللي بتحصل بينكم. فاهمه؟ والله اعلم يا ام يوسف. طيب انا كنت عند حماتي فحلمت ان جوزي جايب لهم سمك كبير مشوي. وهم كلهم كلوا برضو، يعني اخو جوزي ومراته وحماتي وعمتي اللي اخت جوزي وبنتها الصغيره رؤية. فانا دخلت المطبخ يعني زي ما بخدم عليهم يعني. فقلت الحمد لله في ثلاث سمكات اهم، السمكه الصغيره ديت هسيبها لابني الصغير، والسمكتين دولت هيقضوني والحمد لله. وبعد كده كلتيهم يا ام يوسف؟ ايه؟ كلتيهم؟ ما كنتش لسه كلتهم، بنضف لابني عشان اكله الاول. وقلت سمكتين الوسط دولت، وانا اديتهم الكبير اطباق كده بس من غير رز ولا حاجه يعني. بس راضيه بعيشتك والحمد لله. ويمكن الخير في ايديك، ويمكن تطلب ان اللي حواليك يرضوا عشان خاطر تعرفي تعيشي في وسطهم مرتاحه. وبتحاولي تراضيهم عشان يعيشوا مرتاحين، ويحاولوا هم يريحوك حتى بالوش لو هيضحكوا في وشك كده. ده اللي انت بتطلبيه طالما انت شفتي السمك وما اكلتيش منه. طب بقول لك، والله التالت لسه حلم اول امبارح. قولي يا ام يوسف. ان انا رايحه مدرسه، فدخلت على يعني مكان حلو كله ازاز كده،
وفي قنطري ابيض، وقعدت عليه وقال يعني بص من ازاز فيه شجر حواليا وجناين. فقلت الله ده تلاقي ديت الاوضه بتاعت المديرين لانها نظيفه جدا. وبعد كده نزلت البركه لقيت اتوبيسات كتير راكبين فيها ناس، اطفال صغيرين بنات وصبيان، يعني 6 سنين حاجه زي كده. فركبت فيها قال يعني دي هتوصلني البيت حاجه زي كده يعني. بعد كده روحت البيت لقيت بوت لونه بني وبكعب، وقال انا ما اكتشفتش ان في حاجات اصلا جديده في البوت نفسه، قال بينور وقال فيه رباط كده بيشد يعني بيخليه قصير ويخليه طويل البوت ده. ولقيت شال برضو اللي هو التريكو ده لونه بني ومخطط كده باسود بسيط، وقال انا برضو اكتشفت فيه ان في بروش بيلمع وفي يعني في فصوص كده، وقال برضو في شرايط وبيضيق وبيوسع وكده. بس طيب هو مش جزء كويس معاك يا ام يوسف؟ الحمد لله. ما هو ده الجزمه البوط. طب موضوع الفصوص والحاجات الكويسه اللي فيه، في حاجات حلوه بس محتاجه ان انت تطلعي الحاجات الحلوه اللي هي فيه دي يا ام يوسف، فاهمه يا يوسف؟ بقيه الحلم بتاعك ملوش اي تفسير يا يوسف والله اعلم، ولكن الجزمه البطفه بتدل على جوزك حاول ان انت المشاعر والحاجات الكويسه اللي فيه انت اللي تطلعها بايديك ومعاملتك الحلوه. شكرا لك يا ام يوسف. معي امه الله. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته، ازي حضرتك؟ ازيك يا حبيبتي عامله ايه؟ الله يسلمك الحمد لله بخير. اتفضل. والله انا كنت حلمت حلم ان في واحده قريبتي، يعني هي تبقى بنت خال جوزي. حلمت ان انا كنت تعبانه وبعمل عمليه وكده، فقالت لي ان انت محتاجه تعملي عمليه، عملتي ايه وكده؟ قلت لها انا اخدت ميعاد مع الدكتور. قالت لي طب ما تروحيش للدكتور وانا هعمل لك العمليه. قلت لها انت تعرفي تعمليها؟ قالت لي اه، ما تروحيش انا هعملها لك. فقطعت لي رجلي، المفروض ان العمليه دي كانت هتتعمل في رجلي، فهي قطعت لي رجلي اليمين وفتحت الجلد كده وقالت لي انا هنضفها لك واعمل لك العمليه فيها واركبها لك تاني. فانا اعزكم الله، وهي بعد ما هي خدت رجلي كده قطعتها وحطها جنبها وبتعملها، انا قلت لها ان انا عايزه ادخل الحمام، فقمت رحت الحمام. انا كنت ماشيه يعني انا مش متسنده على حاجه ولا حاجه، انا ماشيه كويس. وانا بطلع للحمام كده لقيت واحده برضو قريبتي برضو خدت بايديا كده وقالت لي انت ايه اللي خلاكي تسمعي كلام فلانه دي وتخليها تعمل لك العمليه؟ هي دكتوره؟ قلت لها لا هي مش دكتوره ولا حاجه، بس هي قالت لي ان هي بتعرف تعملها. فانا اقتنعت بكلامها وخليتها تعمل لي العمليه وكده. فهي قالت لي انت غلطانه، وقعدت تحاسبني وكده، انت غلطانه ازاي تخليها تعمل لك العمليه؟ فهي بتقول لي بتحط ايديها كده على رجلي، انا صرخت وقلت لها حاسبه اصل هي قطعت لي رجلي. قالت لي ليه ليه، وقعدت تصرخ هي كمان وزعلت مني جدا ان انا عملت كده. وبعدين دخلتني الحمام وخرجتني تاني، وانا رحت لها بقى علشان تركب لي رجلي، بس انا صحيت بقى من الحلم وما ركبتش رجلي. ما ركبتيش رجليكي؟ لا. طب بصي يا امه الله، هو والله اعلم متاهه وحيره وانت السبب فيها وانت اللي حاطه نفسك فيها. عندك موضوع العمليه ان انت اساسا عايزه تروحي تعملي عمليه، واحده اللي تعملها لك فبيدل على ودنك واللي بتديها لغيرك هو اللي يمشي امورك، او ممكن تسمعي كلمه من واحده تقولي طب اما اجرب الحاجه دي امشي بيها ولا حاجه، لان انت دايما اكيد بتبقى في اكتر مواضيعك محتاره. انت معايا؟ دي العمليه ان واحده تعملها لك وتفتح لك رجلك وتبوظها لك، وهو مش ده تخصصها. انت فاهمه موضوع ان هي في الاخر تبوظ لك رجلك وفي حد يعتب عليكي، فبيدل على صله الرحم بتاعتك، وكل ما يشمل حد في العيله، اي حد في العيله لو في مقاطعه بينك وبينه عليك انك تتصلي بالتليفون، قالوا ازيكم، دي مش هتخسرك حاجه، وانت وجوزك واهل بيتك راعيهم وما تطلعيش سرك بره خالص على قد ما تقدري يا امه الله. الله اعلم. قولوا السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ازيك يا حبيبتي؟ الحمد لله يا حبيبة قلبي، انت عاملة ايه؟ الحمد لله بخير يا انا حبيبتي. مش قادر اقولك اني زعلانة منك كل يوم على الهوا، بس مشكلتي ان قلبي هو اللي بيحبك. الله يخليك يا فانا حبيبتي. مش قادرة اتحكم فيه. الله يخليك يا لولا، انا عارفه عارفه ان انتوا كلكم بتحبوني، محدش بيزعل مني. كلنا بنحبك، وانا بقول لكل الناس اللي سامعاني محدش يزعل منك خالص، لان احنا بطبيعه حياتنا كستات بنتعب طول اليوم، لكن انت برضو عندك مسؤوليه وعندك حاجات كتير قوي، فانا بزعل لما حد يبعت لك اس ام اس ويقول لك انا زعلان منك انك ما بتتصليش بيا. الله يخليك يا لؤلؤة. أنا عايزاهم يعذروك زي ما أنا بعذرك كده، ما بزعلش منك. الله يخليك يا حبيبتي يا رب. اللي حاسس بقلبه مش هيزعل. الله يخليك يا لؤلؤة يا رب. ربنا يخليك يا دكتورة. بصي يا دكتورة، أنا هقول لك على 3 أحلام بس يعني بسرعة. حاضر يا حبيبتي. هو أول حاجة إمبارح عملت صلاة استخارة على حد معين.
فجاني في الاستخاره وانا نايمه ان انا ماشيه مع واحده صاحبتي اسمها نهى. العماره اللي قصادنا على طول معلقين نور على البلكونات بتاعتهم، كان في بنت في الدور الثالث فرحها عندها فرح، فانا بقول لها ينفع كده يا نهى يحطوا نور كتير كده؟ والست ميته عندهم في العماره ده لسه بقالها يومين. اللي ماتت دي اسمها امال، رغم حضرتك ان هي عايشه اساسا على في الدنيا. فانا بقول لها يعني مش كده غلط ان هم يعملوا كده؟ قالت لي ما اعرفش بقى هم عايزين ايه يفرحوا. قلت لها طيب، مشيت انا وهي في شارع، الشارع ده متجه للصاغه يعني جامع السلطان برقوق ومتجه للصاغه الشارع اللي احنا كنا ماشيين فيه ده اساسا. فاحنا ماشيين قابلنا بنت اسمها سمر واقفه فلابسه جيب قصيره كده، فبقول لها انت رايحه الفرح؟ قالت لي اه، احنا هنطلع كلنا نتجمع في البيت عندنا ونلبس. فقلت لها طب خلاص ماشي، بس انا مش عايزه اروح عشان ماما هتزعق لي، عشان البيت فيه ست ميته وده عيب ان احنا نحضر الفرح بعد 3 ايام من الموت. وقمت من النوم على كده. طب ده والله اعلم، فهو بيدل على شخص هيلتزم بالواجبات في اول مره، بعد كده هيخلف حاجات كتيره جدا. هيخلف في حاجات كتير. بس في الاول هيبقى ملتزم جدا ويبقى كويس جدا. وبعد كده هيبقى في هي 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 هيقول لك في الحاجه دي المره دي طب معلش، والمره الجايه لا، والمره الجايه يمنعها كده. فهماني؟ ثم انت مستعجله ليه؟ لو مش شفتي شموع الفرح احنا عملناه اهوت؟ لا انا مش انا بقول لحضرتك على صلاه الاستخاره. طيب يا احنا عايزين شموع الفرح، تدخلي في شموع الفرح على طول. ماشي يا دكتوره. بصي يا دكتوره، الحلم الثاني. قول. الحلم الثاني هي واحده صاحبتي والدتها متوفيه، فجت لها في الحلم قالت لها مبروك لاخوك ان هو جاب عربيه جيب وكده، فالعربيه الجيب بتاعت اخوها بايض عليها حمامه وقاعده بعشه كده بايضة على وش العربيه، فقالت لها يا امي انا مش انا خايفه ان انا هش الحمامه بتاعت الحمامه اللي بايضة على العربيه بتاعت اخوها دي. قالت لها لا، ابعتي هاتي لؤلؤه باسمي، هي اللي هتهش الحمامه والبيض اللي قاعدين على العربيه دول. وقامت من النوم على كده. طيب العربيه ديت بيدل على راجل كويس، راجل ميسور الحال. راجل صاحب موقف، وراجل صاحب ان هو عنده يعني معروف، عنده مشروع كبير جدا. ادي دي العربيه دي، اما البيضه وكده فبيدل على ان هو متعلق بواحده ست عندها عيل او عندها اولاد، فهم مش حابين ان هم ان هو يتجوزها او ان هو يعرفها اهله، فهم هاتي لؤلؤه، فهم حابين ان هو ياخد لسه انسه ما ياخدش واحده مطلقه او متجوزه. والله اعلم يا لؤلؤه. شكرا ليكي جدا يا حبيبتي على ذوقك الجميل. اعزائي المشاهدين، فاصل سريع جدا وارجع لكم تاني ان شاء الله. الإنسان أسرار وتوجيه وأنوار، وشيء في دواخلنا له في النفس آثار، فهيا احكوا لنا الأحلام لنشرحها بأحلى كلام، فرؤيا الحق في الإسلام لها فعل وأقدار. سنعود. أمراض النساء والتوليد، أطفال الأنابيب والإخصاب المجهري، علاج الذكورة المتقدمة، الأورام الليفية، وتشخيص أسباب الإجهاد المتكرر، وكذلك ربط دوال الخص عند الرجال بدون جراحة. الأستاذ الدكتور محمد مقبل، أستاذ النساء والتوليد والذكورة والعقم. حلم عمري يأتيكم يوميا في الأوقات التالية برعاية عدنا. رؤى الإنسان أسرار وتوجيه وأنوار، وشيء في دواخلنا له في النفس آثار، فهيا احكوا لنا الأحلام لنشرحها بأحلى كلام، فرؤيا الحق في الإسلام لها فعل وأقدار. أعزائي المشاهدين، أهلا بكم مجددا بعد الفاصل. عايزة أقول
شموع الفرح يلي طالبين الفرح من برنامج أسرار الرؤى يكون دايما موجود معاكم إن شاء الله. برنامج أسرار الرؤى كتاب مفتوح فيه كل حاجة بتتخيلوها، حل مشاكل شموع الفرح للي عايزين يتجوزوا. يلا أنا مستنية حبايبي اللي هم أصدقائي وإخواتي من الشباب ومن الشابات عشان يتصلوا من خلال الرقم اللي موجود على الشاشة ويقولوا إيه، مادام منا عايزين عريس بمواصفات كذا، مادام منا عايزين واحد بمواصفات كذا، وابن الحلال هنجيبه لكم لحد عندكم ويبدأ التوفيق من المولى عز وجل، ثم بعد كده إن شاء الله من القناة، وبعد كده نحضر أفراحكم بأمر الله. هاخد معايا أستاذ إبراهيم. السلام عليكم. على فين يا خيتو، ازيك يا سمنة؟ ازيك يا أستاذ إبراهيم، اتفضل. تمام الحمد لله. بص يا سمنة، أنا دلوقتي أنا عندي 20 سنة، تمام؟ أيوه. كنت يعني كل ما بحلم حلم يتحقق. وحاجة تانية، يعني آخر حلم حلمته كبير، يعني حلمت قبل كده إن أنا يعني في مكان غريب جدا، كله رملة والسماء لونها يعني أزرق خالص، ويعني وفي صوت جميل قوي بيقول يعني كان لما سيدنا موسى كان في طور سيناء، فاخلع عن عليك انك بالوادي المقدس طوى. سمعت الايه دي، تمام؟ وحلمت حلم قبل كده ان انا يعني انا كنت لابس ابيض وطاير في السماء، وفي شجره من غير ورق، وفي عصافير جميله جدا يعني بتصوصو حوالين، فانا كنت عايز اعرف بس ايه ده. لا ده انت يا ابراهيم زي الفل وحلو، انت عامل ايه مع ربنا يا ابراهيم؟ والله العظيم الحمد لله، اللي عليا بعمله. اللي عليك بتعمله يعني بتصلي طول النهار؟ اه الحمد لله، لا يعني بصلي الافراد يا ابننا طبعا وباقي القران وكده يعني. اخبار المظاهرات معاك ايه؟ يعني لا المظاهرات طبعا يعني زي ما حضرتك عارفه بقى كده يعني. طيب هو واضح يا ابراهيم ان انت ليك طموح حلو في الدنيا وفي امل بامر الله انت هتنولها ان شاء الله، ولكن عايزاك تمشي على كتاب الله. مش عايزاك تخرج عن اي حاجه، ماشي زي ما ربنا قال لنا في كتابه هنمشي عليه. وعايزين نهدى شويه من نعمه السياسه يا ابراهيم خالص، لان انت ليك امان وشاب حلو وليك طموح وكده، بس خلي بالك من نفسك والله اعلم. شكرا ليك يا ابراهيم. هبه السلام عليك يا هبه. وعليكم السلام، ازيك يا دكتوره؟ ازيك يا حبيبتي، عامله ايه؟ الو الحمد لله. اتفضلي يا هبه. بقول لك يا دكتوره لو سمحتي، والدتي حلمت ان هي احنا في بيتنا القديم، ووالدتي ووالدي قاعدين يعني، واخواتي الاثنين نايمين، ولي اخ متوفي. ففجاه لقت الباب بيتفتح عليها، فبتقول مين اللي فتح الباب؟ راح اخويا المتوفي ده قال لها انا، فقالت له تعالى. فهو داخل راحت في سناره كده شبكت في هدومه، سناره؟ اه سناره. فبابا قال، فقالت لبابا يا ام فكها له. فبعد فكها له راحت ماما قالت له طب تعالى بقى عشان زمانك جحت، تعالى عشان اعمل لك اكل. قال لها لا انا شبعان، انا ماشي بقى عشان ما اتاخرش على العسكريه عشان اتمساش في البيت. بس مين اللي ميت؟ اخويا. اخوك اللي ميت؟ اخويا اللي ميت. إيه مش متجوز؟ اه متجوز. او معاه اولاد؟ لا مفيش اولاد. لا مفيش اولاد. مين تاني كان ميت في الرؤيه غير اخوكي؟ لا هو بس، هو بس اللي ميت. والسنارة فتح الباب، والسنارة اتشبكت فيه هو، والسنارة اتشبكت فيه هو. ووالدتي قالت لوالدي قوم فكها له، وفكها له. اه طب كويس. وكل ولا ما كلش؟ لا ما كلش. ما كلش؟ لا قال انا شبعان. قال انا شبعان. قال انا شبعان ومشي بقى عشان ما اتمسش عشان رحله عسكريه. مراته دلوقتي اتجوزت؟ اه هو اخويا خدها. طب كويس، هو ده هو ده بالظبط انا عايز اوصله. بصي هو موضوع السناره فبيدل على شبكته في الدنيا، الشبكه اللي هو شبكها لحد في الدنيا دي السناره، ان والدتك تقول له فكها وكده، فبيدل على ان في واحده مربوطه عليها اتفك امرها منه من اسمه هو تروح لحد تاني. وموضوع ان هو عايز ياكل وما اكلش فطلعوا له صدقه وترحموا له، لان برضه تعب شويه من موضوع جواسها، انت فاهمه؟ والله اعلم يا هبه، فتصدقوا عليه ضروري جدا، طلعوا له حاجه لله والله اعلم. امه الله، السلام عليكم. اتفضلي يا حبيبتي. انا عندي مع اذنك حلمين. طب قولي. اتفضلي. اختي هو يعني مش يعني زي اختي، النهارده فرحها وخطوبتها، الحلم ده لسه حلمان من امبارح. اختك؟ اه. فزي عندها فستان احمر جميل كده، بس زي هي اتنقبت دلوقتي، رحت انا لبست النقاب قصدي الفستان الاحمر بتاعها وبقول لها يلا جهزي بقى. ايه كانت هي كانت هي بتقولي لسه بدري وبتمسح يا اختي المطبخ وبيروقوا البيت. بتمسح البيت؟ اه. ها المطبخ. ها
فبعديها رحت انا جهزت لبس الفستان الاحمر ده، كان جميل قوي، هو اصلا بتاع اختي دي. واختك دي انسه؟ اه. وانت انسه؟ انا لسه صغيره. انت عندك كام سنه؟ انا في الثانوي يا عم. يعني 16 ولا 17؟ 17. طيب يعني انت عايزه تتجوزي برضه لانك تروحي تلبسي الفستان الاحمر؟ لا مش عايزه اتجوز. طب قولي. ماشي. وبعديها رحت زي مامتي نزلت تحت في البيت الشارع وبتقول الناس اللي هي فرح اختي النهارده او خطوبتها. زي راح الجيران اسمه طه راح بيقول لي في ايه؟ فبقول له ما فيش حاجه اللي مش كنا عايزين نقول لهم يعني. راح بعد ما ماما قالت بقى الناس مش رحت قلت له ما فيش اختي هتخطب. راح قال لي طيب خلاص زي ما كنت قلت يعني. بس بعديها راحت ماما دخلت نامت على السرير. انت اللي قلت اختها هتتخطب؟ اه. انت اه. وبعدين؟ راحت ماما دخلت نامت على السرير واختي دي راحت نامت جنبها. اه. فزي ما بقول لاختي ايه؟ يلا بقى قومي جهزي يلا وتروحي الكوافير عشان تبقى شكلك جميل كده. اه. ورحت قلت لها يلا بقى الساعه 9. راحت قالت لي ماما هي وايه اختي وايه ومامتي قالوا لي لسه بدري. اه لسه بدري. عندها كام سنه اختك؟ 26. ده انت يا قربة هتتخطبي اهو انت كمان. انا هتخطب ايه لسه بقى؟ اه لا ده انت عايزه تعرفي اهو بتسالي على الساعه 9. انا هقول لك عشان ماما تسمعك اهو. بصي هو موضوع الفرح الاول بتاع اختك وكلام من ده فبيدل ان شاء الله على البشاره لها بقرب عدلها بامر الله لو على ابن الحلال، اما انت موضوع الفستان الاحمر وانت تبلغي بالخطبه فبيدل على العريس اللي هيجي لك حد هيجي يتكلم عليك ويقول له ارتباط دلوقتي والدخله لسه بدري عليها لان انت بلغتي بالخطبه. موضوع ان اختك تنام على السرير في روح والدتك وكده فبيدل على البشاره اللي هي مستنياها والموضوع اللي هو مستنياه ولكن هو متاخر شويه لان هي قالت لك لسه بدري. اما موضوع الساعه 9 انت بتقولي الساعه 9 وكده فهي بتقول لك لسه بدري فاصبح ان الموضوع فيه فرحه داخله لكم بس لمين فيكوا الله اعلم ولكن احتمال تكون ليكي حد يتكلم عليكي انت لان انت واقفه على رجلك اهو عايزه تتجوزي فربنا يستحلك لك حالك ان شاء الله بامر الله تتخطبي الواحد ابن حلال واختك برضه يمكن انتوا الاثنين ورا بعضكم والله اعلم يا امه الله. شكرا ليكي جدا يا حبيبتي. ام مين؟ ام حور. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. اتفضلي يا حبيبتي. الله يكرمك. دلوقتي انا عندي بس حلمين الله يكرمك. اتفضلي. طيب اول حلم ان شاء الله ماما اللي حلمته ليا يعني خير ان شاء الله. خير يعني ان ماما ان هي ان انا كنت حامل وبعدين انا ولدت من وراهم يعني انا كنت حامل منهم ومن غيرهم ما يعرفوا وبعدين انا جيت خلفت بعد كده برضو من غيرهم ما يعرفوا. وبعد كده كان ولد بس هو كان جميل قوي بس كان اسمر بس كان جميل يعني وكان عند ماما في قلب البيت بس كان كبير يعني وكانوا كلهم قاعدين حواليه وقاعدين حواليه كلهم فرحانين بيه يعني. اه. ده اول واحد. وانت اساسا معاكي صبيان؟ لا. معاكي صبيان؟ لا. والولد اللي انت جبتيه اسمر وكبير؟ اه. اه وانت معاكي كام من البنات؟ عندي 4. ربنا يخليهم لك يا رب العالمين. ونفسك في الولد تاني؟ كله بتاع ربنا الحمد لله. كله بتاع ربنا، احمدي ربنا على اللي عندك وقولي الحمد لله لان موضوع الولد اللي هو انت ولدتي من غير ما هم يعرفوا او كنت حامل من غير ما هم يعرفوا ولدتي وجبتي الولد اللي هو الاسمر الكبير اللي هو شكله مش حلو ده. مش هو كان شكله ما رايحكيش؟ لا هو كان جميل ملامحه جميله ووسيم بس هو كان لونه خمري شويه او مس يعني اسمر شوية. ولا خمري ركزي. لا هو خمري كده يعني مش اسمر اسمر بس كانت ملامحه جميله. وقد ايه السن بتاعه اللي انت ولدتيه بيه؟ هو كان بيبي بس كان ما شاء الله نازل يعني يعني حلو يعني منازل مليان. طيب بس طالما نازل مليان وطالما الولد ده فبيدل ده على ان دي امنيه عندك وانت نفسك في الولد. وعايزه اقول لك احمد ربنا على 4 بنات قولي الحمد لله هيجيبوا لك احسن رجاله في الدنيا. الحمد لله. ان شاء الله طالما انت ولدتي مرتين او كنت حامل من غير ما تعرفيهم بيدل على الاشتياق للامر، الامر اللي انت بتتمنيه. الحمد لله. ده حاجه دي نفسيتك هي اللي بتتمناها، فاهماني؟ ايوه. فربنا يخلي لك البنات يا رب العالمين. امين يا رب. اتفضلي. تاني حلم ان شاء الله باذن الله ان انا كنت في قلب بيتي انا حماية متوفي فانا خارجه من باب المطبخ ومعايا كوبايه شاي اخضر لجوزي ولقيت حماية خارج من باب الحمام من عندي وبيديني لقمه عيش. فبعدين فانا في نفسي كده فزعلت ان انا قلت يعني ازاي اعمل شاي يعني لجوزي وما عملتش له ولا ده انا هساله فقعدت اقول له يا بابا اعمل لك شاي ما ردش عليا عمال اقول له يا بابا اعمل لك شاي ما ردش عليا تاني ماشي يعني في طريق طويل كده لغايه لما راح عند شريط قطر ولقيته عدى فوانا واقفه كده فبقول له يا بابا ما بتردش عليا ليه؟ قال لي روحي يا هاله. روحي يا هبه.
يا هالة. يا هالة. فهنا وهو يعني بعد هو ما عدى شروط القدر، انا ببص كده جنبي لقيت كان فيه زي حنش حنش، بس كان كبير قوي وراسه عالية كده لفوق. فقلت ايه ده، ازاي يعني هو عدى كده من غير هو ما ياخد باله، ما خافش منه يعني وكده. فانا وقفت برضو بس ما كنتش برضو خايفة منه يعني. فكان في واحد يعني ايه صديقه قوي، ان هو كان خايف ان هو يعدي من الطريق ده، فلف من طريق تاني وقابله على الطريق بتاع السريعين عشان يمشوا سوا. فانا ايه مشيت ورجعت، فجيت فقلت لمرات اخويا هو انا كده حمايه زعل مني ان انا ما عملتلوش شيء؟ قالت لي لا ديت ما فيهاش حاجه، دي حاجه ما تزعلش. فالمهم فانا رحت وقعدت على الباب عند بابا، فجت واحده يعني زميلتي قعدت جنبي وجت زي ما يكون لحمه مفرومه وعمالها تعجن فيها كده، فبقول لها بتقول لي هتعملي ايه، بقول لها اعمل كفته، فقالت لي اعملها بالثوم، قلت لها لا ما فيش كفته بتتعمل بالثوم. فاحنا قاعدين الدنيا ظلمت، احنا كنا في عز الظهر بس الدنيا ظلمت خالص. فقلت ايه ده سبحان الله، هو ده كسوف الشمس ولا ده غضب من ربنا؟ لا ده انا ايه، لا ده اكيد ده غضب من ربنا. يا هقوم، هنقوم دلوقتي نصلي ركعتين لله يمكن الغمه ديت ربنا يزيحها. فلقيتها بتقول لي ايه، ان شاء الله اقعدي ان شاء الله كل حاجه هتنور دلوقتي. مفيش بعد دقايق كده لقيت الدنيا فعلا نورت وبس. بس هو ما شربش الشاي؟ ايه هو ما شربش منك الشاي؟ ما لا ما خدش مني شاي. وقال لك روحي على طول ومشيتي؟ هو قال لي روحي يا هالة، يعني هو بقى ماشي بقى رايح خلاص هيمشي ومش هشوفه تاني، وانا ماشيه وراه عمال اقول يا بابا اعمل لك شاي، فقعد يقول لي خلاص يا هالة روحي. طب انت لو انت شغله بالك بالولد، عايزه تجيبي الولد عشان تريحي من جوزك ومين؟ انا مش عايزه يعني، انا الحمد لله انا يعني انا كنت دعوه دعيتها ان انا ربنا يرزقني بخمس بنات اصلا، فانا كان انا كان يعني انا حاسه ايه، يا ريت يكون كده فعلا حلو. انا كده لا انا حمد ربنا الحمد لله، بس انا لو نفسي فعلا نفسي ان عشان ارضي جوزي بس، وهو برضو يعني هو ما عندوش اعتراض ابدا على حكم ربنا. ما هو ده الشاي الاخضر. ده الشاي الاخضر. طب هفسره لك حاضر، شكرا ليكي جدا يا ام حور. طبعا موضوع اللي هو الشاي والشاي الاخضر انت تديه لجوزك، واللقمه اللي انت خدتيها، وان انت تمشي ويقول لك روحي يا هاله، وبعد كده الافعى اللي انت شفتيها، كل اللي انت شفتيه ده هو بيدل على انك ارضي بقضاء ربنا عليك واحمد ربنا وجوزك راضي والراجل كويس، لان الشاي الاخضر فانت كنت نفسك من الولد منه انك تراضيه بالولد، اما ان هو يقول لك روحي يا هاله فكلمه روحي والكسوف بتاع الشمس وخايفه ان ربنا يكون غضبان عليك، وكمان ان بعد كده الجو يفتح والدنيا تبقى كويسه، بيدل على رضا ربنا عليك، لان ربما والله اعلم في اختبار من ربنا وربنا هيكرمك ان شاء الله، ولكن عليك انك تصبر وما تحطش الحمل ده في دماغك وسلمها لله وسيبها على الله ماشيه طبيعيه خالص، ربما والله اعلم تجيبي فعلا الولد، والله اعلم يا ام حور. ايمان سلام عليكم. يا ايمان. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته، ازي حضرتك دكتوره؟ ازيك يا حبيبتي عامله ايه؟ جزاك الله خيرا على كل شيء والله. الله يبارك لك يا ايمان يا رب. بصي يا دكتور، عايزه اسال حضرتك على حلمين. قولي. هو حلم ليا وحلم لزوجي. قولي يا حبيبتي. تمام. هو اول حلم ليا ان انا كنت يعني عند دكتوره، تمام، بس انا ما شفتش الدكتوره، بتقول لي انت حامل في توأم ولد وبنت. تمام. ففجاه لقيت نفسي ولدت خلاص، تمام، كاني بولد في موقف. يعني في موقف ميكروباص، وكأن انا في ميكروباص معين بولد فيه. وفي نفس الوقت انا رايحه بالميكروباص ده لاهلي. لاهلي. تمام؟ لاهلي. وبعديها لقيت نفسي ولدت، بس قالوا لي ان انا ولدت بنت واحده بس. بنت. فبقول لهم ازاي اذا كان الدكتوره قالت لي ان انا حامل في توأم. فاقول لها، فهم بيقولوا لي ما فيش حد جوه تاني، وانا بطني كبيره وبقول لهم لا في حد تاني جوه، في ولد تاني جوه. المهم ان انا وصلت لبيت اهلي وكده، لقيت بابا بفتح لي الباب ومن غير ما اخبط الباب ولا حاجه. تمام. فبعديها بابا بقول له يا بابا هو انت شفتنا من فوق ولا ايه، ولا انت كنت عارف ان احنا جايين؟ قال لا ده انا شفتكم من فوق وايه، وعشان كده فتحت لكم. فبيقول لي فين اسلام اللي هو جوزي يعني. فبقول له لا ده اسلام واقف، كان هو شايل حاجه تقيله، تمام، وانا شايله البنوته على 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 دراعي يعني، وهي بنوتة جميلة جدا جدا يعني، انا ما شفتش بجمالها فعلا. فبابا فبقول له لا ده اسلام تعب من الشيل وهو قاعد يرتاح في الشارع شوية. فقال لي طب قولي له يرتاح هو كده بقى. يرتاح هو كده بقى. فانا طلعت فوق لقيت اخواتي اللي هي بالاخص اختي الكبيرة يعني. فبتقول لي شالت البنت مني عمالة تلعبها وكده، فبتقول لي هو انت مش كنت بتقولي ان انت حامل في توأم؟
فين التاني؟ فبقول لها انا بقول لها انا بقول لهم بس هم مش مصدقيني ان انا حامل في توأم يعني. ففجأة لقيت في الصالة بتاعتنا جهاز زي جهاز السونار كده تمام، وبكشف فبيكشفوا عليا هي اختي الدكتورة بس دكتورة صيدلية. فبتقولي بقول لها بصي في عيل جوه تاني اهوت ومحدش فيهم مصدقني خالص. وفعلا لقيت زي الطفل كده بس الجهاز زي مشوش تمام. فانا قمت على الحلم على كده. طب قولي لي يا ايمان وانت معاكي اولاد؟ لا انا متجوزه بقالي 10 شهور تقريبا وحملت مره بس ربنا ما قرضش. ربنا يديكي يا رب العالمين يا ايمان. هو انت لما ولدتي كنت قاعده عند مامتك؟ لا انا بقالي كتير مش عند مامتي. لا لما بتولدي لما كنت حامل يعني انت لسه ما ولدتيش باين. انت لما انت ناويه لما تكوني حامل وتولدي تقعدي عند مامتك؟ لا عشان هي في محافظه وانا في محافظه ثانيه فالسفر هيبقى صعب. طب كويس. طب بصي يا ايمان هو الحلم بتاعك كله فبيدل والله العظيم على ان في خير هيجي لجوزك مش ليكي انت ده لجوزك. دنيا مقبله عليه، حاجات طيبه جايه عليه، ده من دعواتك ليه. طب الحمد لله. فاهمه يا ايمان موضوع اللي هم التوأم دلوقتي وان هو يشيل البنت والدك اللي بيبص عليه من فوق، وموضوع ان في السونار كان فيه توأم وهم مستغربين ان ازاي ما فيش توأم، فبيدل على شر زال، شر راح، شر مشى. ممكن موضوع الحمل بتاعك اللي هو ما كملش ده والله اعلم، ولكن في خير جاي على جوزك ان شاء الله يا ايمان، ودي بشاره لربنا يا رب يتمم له على خير احواله يا رب العالمين. وشكرا لك يا ايمان. سمر السلام عليكم يا سمر. وعليكم السلام يا تركيته. ازيك يا حبيبتي اتفضلي. ازيك يا دكتوره منى. ازيك يا حبيبتي. لو سمحتي انا كنت عايزه اسالك سؤال. انا حلمت ان انا جوزي بيكلمني في التليفون وبيقول لي سمر انا هشتري لك عبايه. فبعدين قلت له سمر ايه؟ هشتري لك عبايه. فبعدين قلت له طيب بس هاتها لي 4X علشان تكون واسعه عليا جدا. فبعدين قام قال لي لا انا هجيبها لك 2. فبعدين قلت له لا خليها 4. فبعدين قام قايل لي لا انا عارف جسمك ايه اللي يناسبه واثنين هتكون واسعه بردك عليكي. وبعدين شفت في نفس الحلم مامته قاعده بعيده وعماله زي تبص لي جامد قوي. بس كده. طب دي بشرب الحمل يا سمر. اوكي شكرا. شكرا ليك يا سمر. شكرا ليك يا حبيبتي. سمر اتخضت باين. شكرا ليك يا سمر. ام بسنت السلام عليكم يا ام بسنت. السلام عليكم. ازي حضرتك عامله ايه؟ ازيك يا حبيبتي الحمد لله بخير. الحمد لله يا رب دايما. بقول لحضرتك انا كنت حلمت من فتره يعني من شهر تقريبا. انا عندي شباك ما عنديش بلكونه فحلمت ان هي بلكونه. ودخل من البلكونه دلوقتي فارين صغيرين. يعني اول واحد دخل على الاوضه جوه على طول يعني ما خفتش منه قوي. هم يعني برغم ان هم فريم بس انا بتضايق منهم وبعرف منهم بس مش متضايق منهم في الحلم. والتاني دخل قاعد على المكتبه انا عايزاه ينزل يعني يخرج بره الشقه وفي نفس الوقت مش متضايق منه قوي برده. فنادعت جوزي وكده مسك زي مقشه او كده او عصايه برده حاول ينزله ما نزلش من فوق المكتبه. والتاني دخل على جوه. يعني الاولين دخل على جوه والتاني فضل قاعد في المكتبه. هم صغيرين. بس كده؟ بس هو بس على كده اساسا طالما انت ما عندكيش بلكونه وفي بلكونه في الحلم وفي فران دخلوا فبيدل على قلقك انت قلقانه الايام دي من حاجه لان موضوع الفار ان هو جه على المرتبه والمرتبه هو انت والفار المكتبه ما اي حاجه تخص الست في البيت هي لان ده حياتها وهي ملكه البيت في كل حاجه. فهو بيدل على قلقك انت قلقانه من امر الامر ده انت خايفه منه او في حد جه عليكم حد بيجي عليكم ضيوف ولا حاجه انت مش مرتاحه لهم وانت اللي حاسه باوضاعهم. هو بيدل على قلق الست الفران اللي دخلوا من البلكونه وهي ما عندهاش بلكونه فبيدل على قلق الست من حاجه والحاجه دي هي صح من يمتها وواثقه فيها بس ما تقدرش تتكلم علشان المشاكل والله اعلم. يا ام بسنت شكرا لك. يا ام بسنت. ام ايه السلام عليكم. يا ام ايه السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. ازيك يا حبيبتي عامله ايه؟ الحمد لله يا ام ايه بخير يا حبيبتي. ماشي. حلمين صغيرين كده. اتفضلي. بنتي حلمت انها كان في يعني في البيت فستانين كده كده فلقيت واحد منهم ازرق حلو كده قصير وقط فكان عاجبها قوي دخل دماغها. قالت لي لما يجي محمود انا هلبس الفستان ده. مين محمود؟ واحد متكلم عليها. ولسه متكلم من بعيد بس يعني ايه ما حصلش حاجه. فقلت لها لا شكله فلاحي. قالت لي لا انا شكله عاجبني قوي دخل دماغي. وكان في جنبه تاج كده كله فصوص. قالت لي التاج ده كمان بتاعه انا هلبسه. بس وصحت على كده. طب محمود ابن حلال وغلبان وهي هتبقى اقوى منه في الكلمه شويه. فاهماني؟ والله اعلم. يعني ان شاء الله كلها نصيب فيه؟ ان شاء الله. ابن حلال بقول لك محمود ده غلبان وطيب. والله اعلم. يا ام ايه. حاج محمد السلام عليكم يا حاج محمد. السلام ورحمه الله وبركاته. ازيك يا استاذ محمد؟ الحمد لله يا حاج محمد اتفضل. والله انا عندي رؤيتين صغيرين كده
في رؤيه، اول رؤيه ليا لقيت العمود الفقري عندي كانه زايد 5 سم بطول الظهر، بس ما فيش وجع ولا حاجه، فانا استغربت يعني انه ايه حجمه كبر كده. ده الاولاني؟ دي الاولاني، كان في بعض الاحداث بس مش فاكر منها حاجه. يعني العمود الفقري فيه حاجه فيها تعباك؟ لا ده انا لقيته زايد، يعني حسيت انه ايه كان في حاجات زي احداث كده، زي الاحداث الدايره كده، بس المهم ان انا استغربت ببص كده لقيت ان ايه شكل العمود الفقري عندي بارز بروز 5 سم بطول الظهر، لكن ما فيش وجع ولا اي حاجه ولا اي مشكله. ما هو انت طب هقول لك على حاجه بذمتك يا حاج محمد. نعم. انت مش حاسس ان هي هتتفك؟ مش حاسس بايه؟ ان هي هتتفك. ايه اللي تتفك؟ الدنيا عليك. لا انا يقيني في الله، لكن ما بحسش انها تتفك. بس مش عارف يعني ايه. هتتفك والدنيا هتبقى كويسه والحاج محمد هيرجع زي الفل تاني، والفلوس هترجع تلعب في ايدك تاني ان شاء الله، لان العمود الفقري وظهرك هو انت وحالك وكيانك واصلك اللي كان موجود، والدنيا باظت معاك شويه يا حاج محمد. طب الرؤيه الثانيه حضرتك؟ اتفضل. دي كانت بعد صلاه المغرب كده، كنت صليت المغرب ونمت شويه، شفت ان انا كنت راكب عربيه، وفجاه برضو كاني في احداث زي المظاهرات والحاجات دي، فنزلت من العربيه، بمجرد ما نزلت لقيت ان انا عايز ادير العربيه لدرجه ان انا بوطي كده بشيلها بايديا وبركنها على جنب. حجمها صغر وشلتها وركنتها على جنب. والعربيه دي ما كانتش بتاعت حد؟ لا بتاعتي انا. كانت بتاعتك انت، ركنتها على جنب. بس حجمها يعني بحجم ان توطي عليها دقيقتين بايديا الاثنين، ان انا اشيلها واحط عليها طوب اداريها، يعني من الناس اللي اللي عاملين مشاكل لاي يعني ومظاهرات وحاجات زي كده. وانت عامل ايه مع شريكك دلوقتي؟ مع شريكي؟ لا ما فيش اي حاجه. كويسين مع بعضكم؟ الحمد لله. ربنا يهدي لك حالك معايا يا رب العالمين. عايز تقول ايه للمصريين يا حاج محمد؟ طالما انت ركنت العربيه بتاعتك كده. عايز اقول ربنا يهدي يا رب ويوفق يا رب ويجمع ويوحدهم يا رب. يوحد الأمة الإسلامية كلها يا رب. أمين يا حاج محمد، يا راجل يا طيب، يا راجل يا أصيل. الله يبارك فيك. شكرا لك يا حاج محمد. حاج محمد ركن العربية بتاعته على جنب وبيغطيها وخايف عليها وكده وكلام من ده، فبيدل على هو والشركة أو هو وأحبابه المصريين، فكنت لازم أقول له وجه كلمة، فبيدل على ربنا ييسر لك حالك، ولكن هو الأمر بس إيه واقف لسه، ربنا ما أردش، يمكن لحال البلد والله أعلم يا حاج محمد. شكرا لك جدا. دعاء، السلام عليكم يا دعاء. وعليكم السلام، ازي حضرتك؟ ازيك يا حبيبتي، عامله ايه؟ الحمد لله. اتفضلي يا دعاء. بعد اذن حضرتك، انا كنت حلمت ان احنا في بيت العيله، وكان كل العيله متجمعه، ويعني زي كلهم بيهيصوا ومحتفلين يعني. بعد كده لقيت نفسي مع بنت خالتي الصغيره سلمى، اسمها سلمى، نزلت انا وهي شقه تانية، بس شقه جديده. شقه جديده في عماره كده. بعد كده دخلت انا لقيت نفسي في اوضه النوم على طول، بس اوضه النوم شكلها جديده وحلوه جدا. اوضه النوم بتاعتك يا دعاء؟ هي في الشقه دي انا كنت فيها لوحدي، وكانت يعني المفروض بتاعتي. انت متجوزه؟ لا. امال اوضه النوم دي كانت بتاعتك في الحلم؟ بس كانت في شقه، وكانت شكل شقه جديده. بعد كده لقيت نفسي، كانت سلمى دي معايا. كان مين؟ سلمى بنت خالتي معايا. ماشي. الصغيرة. ماشي. بعد كده لقيت نفسي بقى ايه، وقفت قدام المراية ولبست فستان، الأول فستان أحمر، وحطيت ميك اب وعملت شعري وكده، وقلت لها صوريني وكده، وكنت مبسوطة. بعد كده رحت غيرت الفستان ولبست فستان تاني أسود سواريه برضو، قعدت أقول لها صوريني ومش عارف ايه، وبرضو الميك اب والشعر وكده. بس هو في حد معين يا دعاء انت عايزه ان هو يجي لك؟ لا. الدنيا فاضيه؟ احسن ريحه دماغك. بص يا دعاء، هو موضوع اوضه النوم وموضوع المباركه وموضوع او الناس الملموعه كده، فبدون اختي هتكلم حضرتك. ايه؟ اختي هتكلم حضرتك. استني انت الاول يا دعاء. ماشي. فاهمه موضوع المباركه وموضوع اوضه النوم وكده، فبدون ان شاء الله على فرحك بامر الله، اما موضوع التصوير وان حد يصورك وكده وكلام من ده، فبدون على ان في ناس بتاخد دعاء على قد عقلها وبتريحها في امور، الامور دي لسه مش موجوده، ولكن بيريحوها وبيهدوها شويه، دي تهدئه للامور. انا مش هقول ان هو نفاق، ولكن انا هقول ان هم يعني من كتر حبهم لدعاء فبيريحوها بامور، ولكن الامور مش موجوده دلوقتي. فاهمه يا دعاء؟
اتفضلي يا حبيبتي. انا اختي استاذه منى. اتفضلي يا اخت دعاء. ايه اخت منى، انا احنا عندي كده حلم صغيرين خالص استفسار يعني. حاضر يا حبيبتي اتفضلي. ربنا يخليكي يا استاذه منى. اختي حلمت ان انا بكلم واحده صاحبتي اتصلت بيا اسمها هبه، وزي انا لابسه وبقول لها انا طالعه اهو وزي انا رايحه لها يعني. اختك مين، دعاء؟ لا اختي الصغيره. اختك الصغيره اه بتشوف ان انت بتتصلي بواحده. لا واحده صاحبتي اسمها هبه اتصلت بيا وبتقول لي يلا يعني، فانا رحت خرجت من البيت بقول لها انا طالعه اهو. بس انا خرجت من البيت. طب ما تصلي بقى الدعاء يا اخت دعاء. والله لا بالعكس، والله ده انا الحمد لله بصلي الحمد لله انا كويسه وقيام وكده. إيه ما بتسرحيش؟ لا هو الصراحه ده بس بجاهد نفسي على قد ما اقدر. مش مشكله، كلنا بنسرحوا بس بنجاهدوا برضه. هو موضوع صاحبتك هبه، فالهبه الهبه من الله والهدى من الله، فمعناتها بس هو السرحان في الصلاه او اللجوء للصلاه. ماشي يا استاذه منى. في حلم تاني هو في الحقيقه، واحده صاحبه ماما زارتنا اسمها منال. منال بعد ما مشيت حلمت نمت يعني، فحلمت ان هي زي جنبنا علبه شوكولاته، فبفتح علبه الشوكولاته دي بعد ما مشيت زي انا استغربت يعني ان هي جايبه علبه شوكولاته. فبفتحها لقيتها مليانه خواتم اكسسوارات فضي كده كتير والوان كتير، وانا فرحانه بيها وزي بارصها لونها فضي. اه طب حلوه، ده شبكه يا دعاء. والله خواتم كتير قوي. شفت كترتيها ازاي؟ انت بقى اختار انت واختك بقى. شوف العريس من اللي جاي ده، لان هو اللون الفضي طالما في علبه فهي شبكه. ماشي. طب في حلم تاني يا استاذه، اخر حاجه. والله اعلم. اتفضلي اخر حاجه يا استاذه منى. اتفضلي حاجه. حلمت يا استاذه منى ان انا زي في بيتنا، زي انا كنت مخطوبه. فمرات خطيبة اللي قبل كده يعني كانت موجودة عندنا في البيت، قصدي أخته، أخت مرات أخوه، فاهماني؟ اه ماشي. فزي هي لابسة عباية، زي لابسة عباية من بتاعتنا، فأنا مستغربة إن هي لابساها وزي هي صلت بيها وكان فيها فوشيا وراحت عند المطبخ عند البوتاجاز. وزي أنا في الحلم لابسة عباية سودة، بس أنا مش عارفة اسمعين، بسأل ماما وبص في المراية العباية حلوة أو كده، فأنا مش عارفة. فروحت طلعت زي عندي جزمة قديمة في الدولاب، لقيتها في كيس أبيض لونها فوشيا، فروحت لبستها، فهي اللي هي مرات أخوتي فبتسألني اشمعنى فوشيا، فروحت قلت لها عشان الكم فيه فوشيا، زي الكم كان فيه لون فوشيا برضه، كم في العباية يعني. بس ولبست الجزمة الفوشيا دي، زي هي أنا الجزمة دي قديمة وانا يعني كنت لابساها قبل كده وشلتها في كيس في الدولاب. بس كان الفرده الشمال كانت مخرومه من قدام، خرم صغير قوي كده، بقول يا لو دي اتخرمت مني، بس مش مشكله اللي هي الجزمه. بس مش باين. بس بصي يا دعاء، هو انت بتكلميها مرات اخوه؟ في كلام بينك وبينها؟ بتجيبي في سيرته؟ لا يا دعاء. لا والله. طيب بصي، هو طالما الجزمه لونها فوشي ومخرومه وكده، فعايزاك تشيليه من دماغك بقى، ما تجيبيش في سيرته، ما تحلميش بيه. طيب ماشي. شفتي بقى، انت كنت بتجيبي في سيرته. ادي حاجه. لا والله ما كنتش بجيب في سيرته. طب ادي حاجه. الحاجه الثانيه، لما تكون نفس لون الكم من فوق اللون كده، فهو بيدل على ان هو ايه، هو مش من النوع اللي هو بيغير اصلا. النوع اللي هو العادي، اللي هو الهادي ده، انا مش عايزه اقول البارد، لا اللي هو الهادي، اللي هو ما بيغيرش على اهل بيته، ولكن هو ماشي اموره، لان الجزمه فيها خرم. يعني ده الحلم ده يخصه هو يعني؟ يخصه، بس انا مش عايزاكي تفتكريه. طيب خلاص مش هفتكره يا استاذ منى. اشوف. ماشي ماشي. يا استاذ منى، وانا اللي اختي اصلا كلمتها بتاع الفستان الاحمر. لا هو الموضوع فيه ان هو مرات اخوه، في الجزمه، في الكم بتاعه، في العباية السوداء، ربنا هيسر لك امرك ان شاء الله. اما الباقي ملهوش اي تفسير يا دعاء. كان استخاره. ايه؟ كان استخاره. على ايه؟ على عريس. في استخاره على عريس؟ قول. وحضرتك كنت قايله لي اصلا، كنت قايله لحضرتك على حلم بتاع الكفته، قلت لي في امر لسه مش موجود، هو فعلا اتحدد ميعاد وما جاش، فتقريبا ده تفسير الحلم بتاع حضرتك. طب موضوع الكفته. فكره حضرتك؟ اكيد طالما فيها كفته هنفتكر ان شاء الله. اقول يعني ده كان الحلم الاولاني. في حلم تاني بقى، اما عملت استخاره، فحلمت ان هو ان انا بابا بتصل بيه زي قرايبنا احنا في بيت جده القديم، فبقول لي يا بابا هات لنا كل واحد سندوتشين حواوشي. فبابا جه فلقيته مش جايب حاجه، فانا زعلت اللي هو هناكل ايه، فبصيت لقيته جايب كيسين فيهم في مرصوفين في ورق ابيض. خلاص، كيس فيه سندوتشات برجر، وكيس التاني فيه الورقه التانيه فيها سندوتشين كفته في رغيف كده، رغيف فيه سندوتشات كفته، فانا خدت واحد كان مليان قوي، فقعدت اكل فيه وفرحانه. فرحت اديت لخالته بقول لها خدي قطمه، فراح ما عجبهاش، بقول لها لا ده جميل قوي ده انا بحبه قوي. بس انا ساعتها كنت مستغربه ان بابا جابه يعني. انت دلوقتي هتتجنني ازاي العريس يروح ما يجيش من غير اي اخبار؟ عايزه تعرفي هو ما رجعش ليه؟ لا هو مش ما جاش اصلا، هو اتكلم من بره بره. هو الموضوع جه، بس حضرتك فسرتي لي الحلم ان في موضوع مش موجود، هو فعلا كان العريس ده.
فهو اللي هو فعلا الموضوع اتاجل يعني. وانا والله ما انا عارفه برده هو ما جاش ليه برده. هو تفكير كده صح؟ هفسر لك. حاضر حاضر. شكرا لك جدا يا حبيبتي. طبعا هو الحلم بتاعك موضوع العيش بلحمه وكده، وان انت تبدليه بسندوتشات تانية وسندوتشات ملفوفه، انت بتاكلي منها كتير جدا، فبيدل على هناك وسعدك ان شاء الله ورزق بتاعك جاي لكم، ولكن مش شرط الشخصيه دي، لان انت بدلتي عيش بعيش، فبيدل على لقمه عيش مع حد غير الحد اللي كان جاي. والله اعلم يا دعاء. اعزائي المشاهدين فاصل سريع جدا وارجع لكم تاني ان شاء الله. الإنسان أسرار وتوجيه وأنوار، وشيء في دواخلنا له في النفس آثار، فهيا احكوا لنا الأحلام لنشرحها بأحلى كلام، فرؤيا الحق في الإسلام لا فعل وأقدار. سنعود. أمراض النساء والتوليد، أطفال الأنابيب والإخصاب المجهري، علاج الذكور المتقدمة، الأورام الليفية، وتشخيص أسباب الإجهاد المتكرر، وكذلك ربط دوال الخص عند الرجال بدون جراحة. الأستاذ الدكتور محمد مقبل، أستاذ النساء والتوليد والذكور والعقم. حلم عمري يأتيكم يوميا في الأوقات التالية برعاية عدنا. رؤى الإنسان أسرار وتوجيه وأنوار، وشيء في دواخلنا له في النفس آثار، فهيا احكوا لنا الأحلام لنشرحها بأحلى كلام، فرؤيا الحق في الإسلام لا فعل وأقدار. أعزائي المشاهدين أهلا بكم مجددا، رجعت لكم تاني بأمر الله. أم يوسف سلام عليكم يا أم يوسف. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ازيك يا حبيبتي عاملة إيه؟ الحمد لله. اتفضلي يا أم يوسف. أنا مرات أخويا بس حلم حلم. خير يا حبيبتي. أنا عندي دعوة أحلام. اتفضلي. هي مامتها في الحقيقة متوفية. الله يرحمها. أمال هي فين؟ هي أنت ولا هي؟ لا هي. هي بتقول لك احكي الحلم يعني؟ أه بس هي مش موجودة يعني. طيب اتفضلي. هي حلمت اللي هي كني مامتها بتموت. هي في مامتها ايه؟ بتموت تاني يعني. مامتها بتموت تاني. وطلعت الروح كده وعرفت اللي هي ماتت. فهي تعبت قوي وقلبها وجعها عليها وزعلت. وبعدين يا ام يوسف؟ بعد كده عرفت اللي باباها دفنها في الصحراء. دفنها في الصحراء؟ وهي قالت له ليه دفنتها في الصحراء؟ ما دفنتهاش في العمود ليه؟ ها. فبعد كده قالت له انا هروح لها ازاي كده؟ فبعد كده اتنقلت اكني بقت في البيت عندها في اوضه النوم على السرير. وعليها خشبه وعليها ورقه. فهي بتشيل الخشبه اللي هي بتها. فوقعت منها الورقه. بعد كده قالت لها خلاص ذهلت الورقه كده وقعت مني. ورقه وقعت خلاص. فبعد كده لقت حاجه كده من بطنها زي حاجه كده بس مش حلوه يعني. مش حلوه مش عارفه يعني مش عارفه ايه ده يعني. هي مش عارفه ولا انت اللي مش عارفه؟ ايه؟ هي اللي مش عارفه ولا انت اللي مش عارفه؟ لا هي حاجه طلعت من بطنها هي. طب هي مرات اخوكي بتقولي؟ اخوك عامل ايه معاها؟ لا كويس. طب احنا عايزينه يبقى حنين شويه. لا ده حنين جدا على فكره. لا موضوع ان امها تموت وتحيا تاني او ان هي تموت تاني وان هي تندفن في الصحراء ومن غير عمود، فهي محتاجه للحنان. لا هي مامتها اللي كده. ما انا عارفه ان هي مامتها، انا مش دعوه دلوقتي بمامتها، انا ليا دعوه بجوزها. بقول لك هي محتاجه للحنان، محتاجه اللي يحس بيها من غير ما تتكلم ويطبطب عليها. ده لان هي اندفنت في الصحراء والصحراء طبعا كلها فاضيه.
ايوه وهي مش هتعرف امتها فين. اه فخليه دايما يطبطب عليها ويفهمها من غير قبل ما تتكلم لانها هي اصيله. اه صح ولا غلط؟ ايوه صح. طيب ادي حاجه. الحاجه الثانيه الحاجه اللي بطنها والورقه اللي وقعت منها. اه هي معاها اولاد؟ لا ربنا يطعمها يا رب العالمين. هي ما خلفتش لحد دلوقتي. ربنا يكرمها ان شاء الله بالاولاد ان شاء الله. اه اما الورقه اللي هي وقعت ديت هي شهاده الميلاد بتاعه المولود ان شاء الله. ان شاء الله. انا برضو كنت حلمه قبل كده حلمه بيها. اه اللي هي كان في خواتم كده كتير، خواتم زي كده اكسسوارات خواتم، فهي بتنقي خاتم فانا عماله انقلها والله بصي ده الله بصي ده جميل وبتنقي يعني وكدا. ما هي بنت حلال طيبه وربنا يكرمها ان شاء الله وهيعوض صبرها خير بامر الله. ام يوسف معايا؟ طيب رجعنا تاني يا ام يوسف. شكرا ليك يا منى. السلام عليكم يا منى. السلام عليكم. ازيك يا دكتوره منى؟ ازيك يا حبيبتي عامله ايه؟ الحمد لله حبيبتي. ازي حضرتك؟ الحمد لله يا حبيبتي بخير. الله يخليك. معلش يا دكتوره كنت عايزه اقول لحضرتك على حلم. انا انا في مشاكل بيني وبين جوزي وهو يعني سبحان الله مصمم على الطلاق. لا اله الا الله. قول. والله فحلمت ان في واحد قريبنا ماسك عصفوره كده فعمال قبل وهو عمال يدور عليها في الشقه يقول لي دي دخلت عندكم ازاي وفي سلك في كل الشبابيك اللي عندكم وازاي جوزك يعمل كده ده انت تعبتي في تربيه ولاده وكويسه معاه وفضل ماسك ورا جاري ورا العصفوره دوت وماسكها ولغايه ما حاول يطلعها من الشباك. بس يا دكتور هو في واحده ست ولا حاجه؟ واحده ست ازاي؟ هو يعرفها؟ اه عايز يطلعك عشانها؟ هو متجوزها اصلا. اتجوزها كمان؟ اه. طب عايز يطلقك ليه طالما هو اتجوزها؟ مش عارفه والله يعني هو زي ما تقولي يعني حجه كده انتهزها وعايز يتخلص مننا. يا حول الله يا رب. عايز يراضيها يعني؟ معلش راجل خايب معلش ربنا يهديه. بص طب عايز اعرف تفسير الحلم يعني حضرتك. بصي يا موضوع العصفوره اللي هي تدخل وتجري دي فهي معناتها واحده ست دخلت في حياتك ودخلت خدته. ده موضوع العصفوره اللي هي دخلت. ولكن عايزه اقول لك على حاجه اتمسكي بيه حتى لو هو عايز يسيبك اتمسكي بيه وعرفيني بينا اولاد وتمسكي بيه ودخلي ولاد الحلال في الموضوع لانه والله اعلم يمكن هو في غفله ومش حاسس باللي هو بيعمله ممكن يكون معمل له حاجه ومش حاسس ممكن كل حاجه. لو انت حسيت ان تصرفات جوزك مش طبيعيه فانت دوري وراه بالراحه وفي نفس الوقت ما تخسرهوش برضه يمكن في حاجات بتحصل غصب عنه ومش داري بيها. فالله يخليك يا منى اصبري شويه عليه ويحاول تدخلي حد ولاد حلال بالموضوع وما تستعجليش في موضوع الطلاق وهديه شويه وربنا يهديهولك يا رب يا منى. حسام. ايوه. السلام عليكم يا استاذ حسام. عليكم السلام. ازيك يا استاذه؟ الحمد لله يا فندم اتفضل. الحمد لله الله يخليك. بقول لحضرتك بس انا حلمت ان انا كنت قاعد مع ابويا واخويا. اه. واحنا قاعدين ففي ضافر في رجلي كده بس في يعني انا عايز اشيله كده فهو جاي في جنب الصباع مش عارف اشيل الضافر ده. فحتى جيت اشيله يعني باسناني كده مش عارف فاخويا قاعد ومعاه قصافه فبقول له اديني القصافه ديت يا مصطفى اشيل الضافر ده. اه فراح مديني القصافه فجيت اشيل الضافر بالقصافه فما اعرفش ايه اللي حصل لقيت وش الرجل يعني بدل ما القصافه اشيل بيها الضافر كان القصافه دي جت على وش رجلي وشالت فتحت حته لحمه كبيره جدا في رجلي في وش الرجل وش القدم يعني. فحضرتك عارفه وش القدم ده فيها عظم بس بدل لقيت الجلده دي اتشالت حته لحمه كبير من الوش الرجل اتشالت وطلع منها لحم برز لبره. فبقيت ابويا واخويا قاعدين عاملين يبصوا لي وانا منتظر ان حد فيهم يقوم او يعمل اي حاجه او يربط لي رجلي او المهم ان رد فعل منهم يعني لما لقوا رجلي كده ما فيش. فانا بقيت ابص لهم يعني ما حد يلحقني يعمل حاجه فالمهم ايه بصيت على رجلي تاني طب يا رب انا عايز اربطها عشان ترجع تقفل تاني والجرح ده يقفل مش لاقي حاجه اربطها. فبصيت على رجلي تاني كده وبصيت لقيت حته اللحمه اللي اتشالت دي او الجلده دي راحت قافله تاني لوحدها وقلت بسرعه كويس ان هي قفلت كده واللحمه دخل جوه ايه اشوف اي حاجه فجبت حته قماشه ورحت ايه وجيت اربطها لقيتها راحت قافله تاني لوحدها يعني لقيت الجلد لحم بدا يلحم تاني وبدات علامات الجرح كان مفيش جرح بدات ايه تختفي تاني لوحدها. دي حاجه. ففي طب قول طب ناخد ده الاول يا استاذ حسام قول لي انت عامل ايه مع ابوك ومع اخوك؟ والله هو في يعني شويه حاجات كده يعني هم ميالين ليه هو اكتر شويه يعني ففي بحس ان في يعني اهتمام بيه هو اكتر شويه يعني هو عايش معاهم في البلد وانا قاعد في القاهره ف
يعني في حاسس ان في تفرقه شويه كده في المعامله بينه وبينه يعني. هو بص، هو القصافه اللي انت بتطلبها عشان تقص رحم، في حين بس اقول في حين ان هو في يعني في فرق في المعامله، ان انا ضار بيهم جدا وهو مش في نفس درجه. بس مشكلتك حاجه انت ما انتش عارفها، ان انت ما عندكش مبررات، ما بتعرفش ان انت تطلع اي حجه للموضوع اللي انت فيه عشان تيجي تخش لهم تاني وتخش الالبوم تاني. انت فاهمني؟ مش فاهم. لان موضوع القصافه اللي انت طلبتها فديت حجه، او دي مبرر المفروض انت هتعمله انت ما بتعملهوش، لان انت من النوع اللي انت اللي جد، انت جد ما بتحبش تلف وتدور. انت فاهمني يا استاذ حسام؟ حقيقه. موضوع اللي هو حته اللحمه اللي هي طلعت ديت، فهم شايفينك ان انت مش بر بيهم وانت قاسي عليهم وخيرك ما هماش شايفينه. موضوع حته اللحمه اللي طلعت دي ونيه تتقفل تاني وكلام من ده وترجع زي ما هي، اعمل اللي عليك والباقي على ربنا، لان هما كلك هيرجعوا لك وهيحتاجوا لك. ولكن هي الدنيا جايه عليك شويه. اه بالظبط بالظبط، فعلا فعلا يعني. فاصبر واستحمل وقول يا رب، وتواصل معاهم بالتليفون وقول له بس، قول له بس يا حاج انا عايز دعوتك بس، مش عايز اكتر من كده. لا والله انا بره بيهم جدا. لا قول له الكلمه دي كل شويه، حسسه بوجوده، حسسه بوجوده. ربنا يخليك. عشان ربنا بس يكرمك. ربنا يخليك. في حاجه تانية. اتفضل. انا الحلم ده حلم قديم شويه بس يعني لغايه دلوقتي مركز معايا شويه، ان انا حلمت ان انا كان من زمان نفسي اعمل عمره يعني، فانا حلمت ان انا كنت رحت السعوديه ورحت المدينه، فانا اعرف اللي راح عمره فبيقول لي بيبقى هناك ما بتعرفش ان انت تشوف قبر النبي عليه الصلاه والسلام، لان في عساكر واقفين وفي حرس واقفين ممنوع ان حد يقرب او كده. فالمهم انا حلمت ان انا كنت هناك، وبعدين فلقيت فيه ثلاث اضرحه او ثلاثه جثمان، فوانا داخل فواحد من الحرس اللي هناك قال لي ادخل لف حواليهم، ده هذا جسد جثمان النبي عليه الصلاه والسلام، قول له السلام عليك يا رسول الله وسلم عليه. فقلت السلام عليك، وقال لي ده اللي بعديه دوت ابو بكر الصديق سلم عليه، واللي بعديه عمر بن الخطاب، ولف. فكان ايه، كانوا موجودين في مكان وكاني بلف حواليهم يعني. فانا بقيت ايه بسلم عليهم وانا ببكي يعني، بقيت ببكي مش مصدق ان انا قربت في يعني ايه في يعني مش مصدق الموقف اللي انا كنت فيه يعني. وبعدين قمت فاهم برضه، ده مش يعني مش فاهم، وربنا يبارك لك لو هو الحلم ده يا استاذ حسام بيدل والله اعلم على انك هتكون صاحب الاسم والذكر الوحيد في العيله، عيلتك انت صاحب الاسم والذكر الوحيد في العيله. العيله كلها لما بتحصل فيها اي حاجه مش هقوله غير هاتوا حسام، مضوا حسام، استشيروا حسام، هيكون صاحب الذكر والاسم، لان انت مختار. ما هو ده اللي بيحصل دلوقتي فعلا في العيله يعني. دلوقتي ده اللي بيحصل؟ اه. طيب ما احنا عايزين كده واحسن من كده، لان اساسا انت نصيحتك نصيحه جد ونصيحه بحق الله. فربنا يصلح لك حالك يا استاذ حسام يا رب العالمين. اسراء سلام عليك يا اسراء. ام اسراء سلام عليك يا ام اسراء. انا عندي كذا حلم لو سمحت. اتفضلي يا حبيبتي. حلمت ان الشيخ اداني دبله فضه لبستها في ايدي اليمين. شيخ اداكي دبله فضه؟ اه اداني وقلت له ناقص المحبس. لبستها في اليمين ولا في الشمال؟ لا اليمين. في اليمين؟ اه قلت له ناقص المحبس. فقال لي ناقص المحبس. فاصريت على المحبس، فحلف لي بالله العظيم ان انا هجيب لك المحبس، وقمت على كده. وبعد شهور حلمت ان ابني لبسني نفس الدبله في ايدي الشمال بس بتضوي، هو كان خاطب وفسخ خطوبته. كانوا ايه؟ كان خاطب وفسخ خطوبته. ايوه لان دي خطبه الولد. اه. وانت عامله ايه مع ربنا يا ام اسراء؟ الحمد لله. كويسه مع ربنا؟ الحمد لله رب العالمين. بتشجع عيالك على الصلاه ولا سايباهم؟ اه الحمد لله. ربنا يديلك حالك وتستاهل الحمد يا رب. هي الشيخ اللي يديلك الدبله في اليمين، فاليمين هو الولد، خطبه الولد. ما تخليش ابنك يظلم حد. اه. ما تخليش ابنك يفترى على حد. ايوه. زي ما دخلت في الموضوع ما تطلعيش من الموضوع غير وانت مخليه ناس راضيه عليك وحطاهم فوق دماغك من فوق. ايوه. دي للبنت اللي بتخش بيوتهم. ايوه. فاهمه؟ ايوه. ده اه لان الشيخ هو اتقي ربنا في كل بيت انت تدخلي له تقول له انا عايز اجوز بنتكم لابني. بنات الناس مش لعبه. ايوه. فاهمه؟ والله اعلم يا ام اسراء اتفضلي. بس هو لبسني حلمت قبل كده انه لبسني الدبله ابني لبسني الدبله الفضه في ايدي الشمال. انت اكيد انت بتختاري له. انا اللي لا هو خطب مره واحده بس. طب اختاري له انت بقى، طالما انت لبستي الدبله ولبسك الدبله يبقى انت اختاري له. ان شاء الله ربنا ان شاء الله. بالنسبه للحلم الثاني اتفضلي يا مصر. بنتي حلم انا حلمت ان بنتي شعرها طويل وناعم وزميل ابني تنالها شعرها رغم ان هي ما تعرفوش اسمه هاني. زميل ابنك تنالها شعرها؟ اه. ما تعرفوش؟ ما فيش كلام بينها وبينه؟ لا 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 خالص. طب هو موضوع ان شعرها طويل فده تيسير لاحوالها، هي عندها كام سنه؟
تالتة جامعة 21. ربنا يصلى أمرها وأحوالها، ولكن في حد ابن حلال هيوقف لها حالها شوية معايا؟ يعني هو ولا غيره؟ الله أعلم، ولكن هو اسمه إيه؟ مش اسمه هاني؟ آه هاني من الهنا، ونيتنا الشعر بتاعها فبيدل على تعطيل في أمورها بكلمة حد هيقولها. فخلاها تختار طبعا الصداقة وتختار الصحابة وتختار الكلام اللي بتتكلمه، وأسرارها ما تعرفهاش لحد خالص. والله أعلم يا أم أسراء. ماشي شكرا. شكرا ليك يا حبيبتي جدا. سماح سلام عليكم يا سماح. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، ازيك يا استاذة منى؟ ازيك يا حبيبتي عاملة ايه؟ عاملة ايه الحمد لله. اتفضلي يا سماح. أنا كلمت حضرتك امبارح والخط قطع. طب عشان أنت تسمعي نفسك يا سماح، وطي بقى صوت التلفزيون واسمعيني على طول. ماشي. يلا يا سماح. أنا بقول لحضرتك أنا حلمت إن أنا رحت السعودية. ماشي؟ وأنا بصلي قاعدة أنا في تاني دور وبصلي. ماشي، وواحدة وبتصلي ورايا وعمالة تزقني بدماغها كده في رجليا. اه رحت انا اتاخرت كده علشان هي ايه ما تقعدش تزق فيا. وهي بتزق فيا راحت وقعت. رحت انا خلصت صلاة قلت يا نهار ابيض ايه ده، انا ببص عليها كده لقيتها ميتة. اه وبقيت ايه خايفة قوي اللي هي ماتت يعني ومردودة. اه ببص من بعيد قوي كده لقيت في ناس كتير ميتة ومتكفين ابيض بابيض كده. يعني متكفين ناس كتير قوي مرميه قصاد الكعبه كده وملابسه ابيض بابيض ومتكفين. وصحيت على كده. انت متجوزه يا سماح؟ اه انا متجوزه. حد بيعايرك بحاجه؟ حد بيعايرني؟ اه لا مفيش حد بيعايرك بخلفه ولا بحاجه فيكي؟ لا انا الحمد لله معايا خلفه. ومعايا انا عارفه معاكي خلفه، بقول لك حد بيعايرك بخلفه او حاجه فيكي، خلفه الولد او حاجه فيكي؟ لا لا لا. طب بصي يا سماح، موضوع الست اللي هي بترفوسك ديت وموضوع في الصلاه وكده فبيدل على معايره ليكي. اه او بيدل على شماته فيكي او حد بينبس فيكي وانت حاسه بعينه مش بالكلام. اه انت فاهمه؟ ايه انت فاهمه ولا مركزه مش مركزه؟ اه مركزه معايا. طيب طيب الوسواس اللي عندك شيليه بالصلاه يا سماح؟ اه انا فعلا في وسواس. عدم الثقه بالنفس اللي عندك شيليها بالصلاه يا سماح. حاضر يحضر لك الخير يا سماح. انت كده جبت معلش حلم كمان صغير كده. قولي يا سماح. هو شفت برضه ناس في مشرحه ميته، بس في مشرحه بس هم مش ميتين يعني حاطين على التريلي بس صاحيين. ماشي. يعني وفي دم غرقان كده وشايفه مشرحه. شايفه مشرحه؟ اه والناس بس مش ميته هي صاحيه. اه بس ده بيدل على خوفك. خوف؟ اه بيدل على انت يعني من النوع اللي هو الخواف ده، النوع اللي هو مش جريء. فسماح كويس خافي حلوه، هي ست الجريئه جامد مش حلوه برضو، فكويس يا سماح خليكي كده حلوه، ربنا يصلح لك حالك يا رب. وصلي يا سماح والله اعلم. ام اسلام سلام عليك يا ام اسلام. السلام عليكم. عليكم السلام يا ام اسلام. ازيك يا دكتور؟ ازيك يا حبيبتي اتفضلي. انا حلمت يا دكتوره ان عمي ومرتي عامله طول بيجوا البيت يعني ويطلبوا مني اغسل لهم هدومهم او احط لهم اكل. وهم عايشين ولا ميتين؟ لا ميتين. اه وانت بتحط لهم اكل؟ اه. ها؟ ودايما اغسل لهم، بحاول مثلا اغسل لما تعمل هدومها كتير. ومين اللي بيطلع لك هدوم؟ نعم؟ مين؟ هدوم مين؟ هدوم عمي ومرات عمي. عمك ومرات عمك؟ اه. اه. فمش يعني على طول هي دي يعني بتتكرر. طب انت بتفتكرهم يا سماح بتطلع لهم حاجه لله؟ او معينهم بيعملوا لهم. يعني انت لما جات لك الحلم ده ما طلعت لهمش حاجه؟ لا. قلت ماليش دعوه. لا انا قلت لاولاده. لا طلع لهم يا سماح، هم عايزين منك يا سماح. طب يا دكتوره وسمعت كمان الرؤيه. قولي يا سماح. الرؤيه دكتوره انا بشوفها بتتحقق بعد اسبوع او على طول، بس بنساها على طول، بنساها مره وبتتحقق مره. اه. ف يعني وبحلم على طول اني في امتحان. يعني انت في امتحان؟ اه. اه. على طول يعني اخش الامتحان يعني بابتيا في الامتحان. بتحلي ولا ما بتحليش؟ نص نص. طب انت عامله مع ربنا يا ام اسلام؟ والله الحمد لله. كويسه بتصلي منتظمه؟ اه الحمد لله. ما بتكسليش كده مره من كتر الافلام ولا حاجه؟ نعم. ما بتسهيش مره من كتر الافلام فرجتك على الافلام ولا حاجه؟ لا. جدعه يا ام اسلام.
ام اسلام طبعا انت في امتحان وساعات بتحلي ساعات ما بتحليش، فبيدل على تقصير في صلاتك وفي دينك، وبيدل على سهوانك دايما في صلاتك. وطالما انت دايما في الامتحان وبرضه مش عارفه تحل وما بتحليش وساعات بتخافي من الامتحان، فهو بيدل على ان لسانك وربطي ما تكلمش على حد خالص، ولما حد من الاموات يجي يطلب منك حاجه طلعيها وما تتكسليش فيها يا ام اسلام. والله اعلم. ام رميساء. ايوه السلام عليكم. ايوه السلام عليكم، اتفضلي. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. اتفضلي يا حبيبتي. واحد صاحب جوزي حلم ان جوزي جات له اعاره للسعوديه، بس مش هيقدر يسافر الا لما رميساء بنتي تكمل سنه، وحاليا رميساء يعني عندها 9 شهور. ده في الحلم ده. واحد جه وقال له هتطلع اعاره. يعني اسمه محمود. لما حقيقة. بنتك تروق تبقى عندها كام سنه؟ سنه. بس قال له ورميساء ما عندهاش سنه، يعني ما كملتش سنه في الحقيقه برضه. فعرض عليه اللي هو ياخدها منه ويسافر انا وهو يعني، وبعد كده يديها له تاني. وبس على كده. لا ده بيدل على دنيتكم المحسوده. دنيتنا المحسوده؟ المحسوده اللي مبصوص لها. هو ده حقيقي فعلا ان انا وزوجي كان في سحر قبل كده ويعني ما انتوا دنيتكم مبصوص لها، طالما في اعاره وبعد السنه واتاخدت منكم فبيدل على الدنيا المبصوصه والمحسوده والمحسوسه من اللي حواليكم، وفي حد نفسه ان هو يفركش ما بينكم. حد نفسه يفركش ما بيننا؟ لان البنت هو قال له خلي البنت عندنا على ما تروح انت ومراتك وترجع، ودي دنيتكم. والله اعلم. طب يا شيخه منى انا حلمت حلم تاني ان كاني انا بصلي مع الشيخ حسين يعقوب في نفس الصف. في الصف الاولاني. وكاني وانا في الصلاه باكل تمر وماسكه في ايدي مصحف وببص في المصحف معاه وباكل التمرايه، يعني كل شويه اكل تمرايه. وبقيه الصفوف محدش بيصلي معانا، يعني كل الناس يعني سرحانه كده محدش بيبص علينا وكده. وبعد كده رحت مشيت بعد ما خلصت الصلاه وكده، رحت قابلت الشيخ ابي اسحاق. وكأن انا في درس علم وكده، وكانه بيشرح احاديث وكده هوت، وانا كنت قاعده جنبه وما كنتش مستغربه خالص انا قاعده في وسط رجال وكده. وزي ما يكون يعني صدري انكشف، فلقيته راح مغطي لي صدري بالورق اللي هو كان بيشرح فيه. وراح قال لي يعني ده حاجه حلوه المسطره ما تبانش كده. فانا قلت له طب خلاص ماشي، وكأن انا اعرفه يعني معرفه عن قرب. وبعد كده مشينا سوا، وكأني يعني مثلا كأنه زوجي مثلا. وبعد كده كانه عايز يجيب لي كل حاجه، يعني لقيت دبدوب متعلق فلقيته يعني كانه بيحبني فعايز يجيبه لي. فانا خفت ان هو ما يكونش معاه فلوس وكده، فقلت له لا 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 انا مش عايزه، احنا كفايه اللي احنا ماشيين مع بعض وكده ومبسوطين وكده. وكانه ساند عليا وانا حضنه قوي. وبعد كده قابلت مسجد، فرحت قلت له طب ده في مسجد هناك اهوت. قال لي طب ثواني انا هخش الحمام في المسجد وبعد كده اطلع لك تاني. بس وهو مشي قدامي لقيت زي ما يكون يعني في الجلابيه من ورا فيها دم. فزي ما يكون هو اتحرج مني ان انا شفت الموضوع ده. فبعد كده راح قال لي طب بص انا يعني هدخل الحمام يعني اصير ازيل الاثر دوت وبعد كده اطلع لك تاني. وبس على كده. هو انت تعالجتي فيه شيخ عالجك؟ في شيوخ ياما عالجوني. وبعد ما الشيوخ عالجوك انت عملت ايه؟ ابدا يعني بقيت الحمد لله استقريت دلوقتي في بيتي، والحمد لله كان فيش مشاكل كنت بره بيتي، وبعد كده الحمد لله رجعت تاني والحمد لله. ده فضل ربنا. الحمد لله. بصي في تمر وفي مصحف دولت اهم ما في الرؤيه والمشايخ وكده، فما تعرضيش نفسك بعد كده على مشايخ تاني. ما عرضتش نفسي على مشايخ. لا انت عليك بسبع تمرات الصبح، وعليك بقراءه القران الكريم، وعليك بالانتظام في الصلاه والاستغفار دايما، ده اللي مطلوب منك. موضوع ان انت ثديك يتغطى بالورق اللي هو كان بيكتب فيه، فهو انت نفسك مع نفسك، عالجي نفسك مع نفسك. وحتى لو انت مش تعبانه من حاجه فبرضه كلنا نعالجوا نفسنا بنفسنا، كلنا ممكن يدخل لنا اي حاجه، اي بلوى مسيحه تدخل لنا، ولكن المفروض ان احنا القران الكريم والصلاه ده دايما احنا نكون منتظمين فيه، عشان نكون حاميين نفسنا، قافلين نفسنا على باب احنا ما احناش حابين ان احنا ندخله فيه. وما تدخليه ما تروحيش لمشايخ خالص، ده الدم اللي كان على عبايه الشيخ اللي هو ما حبش ان انت تشوف الدم وكده، فخلاص بقى عالجي نفسك بنفسك والله اعلم. منال سلام عليك يا منال. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. الو استاذة منى. ايوه حبيبتي اتفضلي. حضرتك الحمد لله حبيبتي. كان عندي حلم. اتفضلي. حلمت قبل كده اللي كان فيه ثلاث قرايبنا قاعدين، اثنين قاعدين يعني، واحده سلمت عليا كده بطريقه مش كويسه، وفي واحده ثانيه بنتها بقى شايله بيبي صغير بس لابسه خاتم. رحت انا بص البيت الصغننه دي. وبعدين بس كده.
بص البنت الصغيرة يعني؟ اه. انت متجوزة ولا لسه يا منال؟ متجوزة بس لسه ما عنديش اولاد. ان شاء الله بامر الله، دي امنيتك انك تجيبي الاولاد يا منال، ربنا يكرمك يا رب العالمين. اما الست اللي ما سلمتش عليكي فلو سمعت كلمة تجرحك ولا حاجة ما تزعليش. اه. وكبري دماغك. ويا بخت من يبات مظلومة لا يباتش ظالم، فاهمة يا منال؟ ايوه صح. دي حاجات مهمة جدا لازم ان انت تمشي بيها، دي اللي ما سلمتش عليك. اما البنت الصغيرة فربنا ان شاء الله يكرمك بالبنت بامر الله او هيكرمك بالاولاد، فما تقلقيش كله بامر الله قادم يا منال والله اعلم. شكرا لك يا منال. استاذ سيد سلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. اتفضل يا استاذ سيد. عندي ثلاث احلام صغيرين كده. اتفضل. من 20 سنة حلمت حلمين، اللي انا سايق عجلة خضراء وكل ما بدل تطير بيا العجلة، كل ما بتنزل ايه؟ كل ما ببدل بتطير بيا. اه ماشي، يعني كل ما اول حلم اه بتطير بيك، كل ما بتمشي بتطير بيك. اه. وانت دلوقتي عندك كام سنة؟ انا عندي 33 سنة. 33 سنة اتجوزت؟ اه الحمد لله. ربنا يصلح لك حالك يا رب. هو العجلة ديت هي طبعا ديت الفطرة اللي جواك، العجلة لونها اخضر. وبيدل على نيتك السليمة. اما ان هي بتطير بيك فانت احوالك اتبدلت خالص عن ما كنت ايام العجله من 20 سنه لحد دلوقتي. ايوه فعلا، بس مش للاحلى، للاوحش. اه انت فاهمني؟ ايوه. فانا عايزاك ترجع زي ما كنت الاول قبل 20 سنه، نيتك الحلوه السليمه تمشي بيها، لما حد يبقى تحس ان هو عايز يغدر بيك او بيتلائم عليك ما تعملوش بمعاملته. ايوه. دي العجله بتاعتك اللي هي طارت كانت بتطير بيك، معناتها ان احوالك هتتغير. اه والله اعلم يا استاذ سيد. اتفضل. ماشي. الحلم الثاني برضو من 20 سنه، كان جه بعديها برضو على طول بيوم. اللي انا جوه في زي في بالونه، والبالونه دي اللي انا زي ما اكون يعني زي يكون معايم فيها كده، ولما بتفرقع بقوم مخدود انا من النوم. بس لا ده انت ممسوس. ايه انت ممسوس؟ ماشي يا فندم. والله على حاجه نص السنه ولا ايه؟ انت بتتعالج؟ اه بتعالج. اه اه طب اتفضل كمل. والمعالجه بتاعتك عملت ايه معاك دلوقتي؟ لسه برضو ما فيش نتيجه برضو. من 20 سنه للنهارده ما فيش نتيجه؟ لا ما فيش نتيجه. لا ربنا يشفيك يا رب. مش انت بتصلي وكويس؟ اه الحمد لله. ربنا يهدي لك حالك يا رب. لا الصلاه ما بقطعوش الحمد لله. ربنا يهدي لك حالك يا رب. في بقى الحلم الثالث، اللي انا شفت طفلين في بيت حمايه في الشقه اللي بتاعت زوجاتي يعني. بس هو حماية قاعد فيها، اللي هو فيه طفلين، والطفلين دول ملفوفين بشاش بس ريحتهم وحشة قوي. واللي انا ببص ايه على بطن العيل، في عيل بيتنفس وعيل ما بيتنفسش. اللي انا بقول ايه طيب الحمد لله العيل ايه او لسه عايش، بس ايه الطفلين ريحتهم زي ريحة الايه المتوفيين. زي ريحة القبور. قال انا ايه دخلت الحمام سمعت صوت مية، لقيت في ميه مفتوحه وقمت قافل الميه. قال انا بقول لحمايه انت سايب الميه مفتوحه على اخرها. بس دوت بقى الحلم التاني. والطفلين كانوا ميتين؟ لا في طفل انا شفت بطنه واحد بيتحرك واحد لا، بس الاثنين الطفلين ملفوفين بشاش. طب ما انت زي الفل وكويس اهوت، والمس اللي عندك انتهى الحمد بس لله. بس انت يعني؟ انت وهمك وحش. ايوه. انت من النوع لما بتتوهم خلاص، لو حد قالك السماء هتنزل على الارض بتصدق وبتستنى. الحمد لله. فكل اللي محتاجه منك سلمها شويه لربنا يا حاج سيد. ماشي يا فندم. والقهوه في الحلم ايه والحصان والحاجات دي؟ طب ما تقول لي الاول، شفت القهوه بتشربها ولا لا كده؟ اه القهوه اللي انا بعمل قهوه. انت بتعمل قهوه؟ اه بعمل قهوه. براحتك بايدك، راحتك بايدك. اه والحلم التاني شفت اللي انا واخد انا وزوجاتي على الحصان، وازاي ما انا وحصان ابيض وايه وبنجري دوت ايه؟ قبل الحلم الطفلين. حصان ابيض، انتوا معكمش اولاد؟ حصان ابيض، فقابلني برضو حصان اصفر. وفي بنت صغيره وقعت من عليه، بس انا واخد مراتي بقى على الحصان الابيض وبجري. ما انت تعبت مراتك من كتر تعبت مراتك من كتر الفكره يا حاج سيد. حاج سيد الحصانيين ابيض في اصفر وانت بتركبهم، فانت تعبت مراتك من كتر الفكر. فخفف عنها شويه الله يبارك لك، وخفف عن نفسك.
شكرا لك يا حاج سيد. وانت بتصلي بتقول انا بصلي وكويس والحمد لله، ولكن الوهم عندك هيموتك، وطالما في وهم عندك وفي وسواس عندك يبقى انت صلتك بربنا ضعيفه، فانا مش عايزه الصلاه تبقى ضعيفه، عايزاها تقوى عشان تتعالج نفسك بنفسك يا حاج سيد، والله اعلم. تغريد، سلام عليكم يا تغريد. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. ازيك يا حبيبتي، اتفضلي. تمام الحمد لله، زي حضرتك؟ الحمد لله بخير. حضرتك انا بحلم دايما حلم، يعني دايما بحلمه على فترات متباعده. خير. ان انا دايما في الحلم ابقى ماشيه في طريق فرجليا بتوجعني خالص، بتبقى تقيل عليا، ومره واحده كده اقع في مكاني وما بقدرش اتحرك نهائي. اللي هو تحسي زي ما يكون ببقى ماشيه على رمله تقيله كده، مش قادره ان انا ارفع رجلي من على الارض. فدايما الحلم ده بيجيلي على فترات متباعده يعني. طب انت عامله ايه مع ربنا يا تغريد؟ يعني هو الحمد لله، انا يعني بصلي طبعا وبقرأ القرآن، بس اللي هو اكيد اكون مقصره شويه، بس يعني الحمد لله. اصل هو رجلك بتوجعك كل فتره ما بين وبين، بيدل على تقصيرك في الصلاه. لا بس انا صراحه بصلي دايما، بس هو يعني عشان ما اخبيش عنك، انا رحت للشيخ قبل كده فقال انت كده معمول لك سحر مخطى، انت مخطيه عليه. سحر انت مخطيه عليه؟ اه. بأمرت انت كويسه اصلا. انت صوتك حلو، يعني حتى الناس اللي بتبقى عندها سحر او ممسوسة، يعني انا مجرد ما بيتكلم انا بحس بصوتهم اصلا، فانت ست كويسه جدا وحلوه جدا يعني. ربنا يخليكي. فهو الموضوع كله بس تركزي في صلاتك بس يا تغريد، وسيبك من موضوع العمل ده اللي هو بقى موضه اصلا، سيبك من القصه دي خالص يا تغريد، وربنا يستر حالك يا رب العالمين. اعزائي المشاهدين، فاصل سريع وهرجع لكم تاني ان شاء الله، استنوني عشان هقول رسائلكم، وعندي رساله مهمه جدا عايزه اقولها لكم النهارده، استنوني. رؤى الإنسان أسرار وتوجيه وأنوار، وشيء في دواخلنا له في النفس آثار، فهيا احكوا لنا الأحلام لنشرحها بأحلام كلام، فرؤيا الحق في الإسلام لا فعل وقدار. سنعود. أمراض النساء والتوليد، أطفال الأنابيب والإخصاب المجهري، علاج الذكورة المتقدمة، الأورام الليفية، وتشخيص أسباب الإجهاد المتكرر، وكذلك ربط دوال الخص عند الرجال بدون جراحة. الأستاذ الدكتور محمد مقبل، أستاذ النساء والتوليد والذكورة والعقم. حلم عمري يأتيكم يوميا في الأوقات التالية برعاية عدنا. رؤى الإنسان أسرار وتوجيه وأنوار، وشيء في دواخلنا له في النفس آثار، فهيا احكوا لنا الأحلام لنشرحها بأحلى كلام، فرؤيا الحق في الإسلام لا فعل وأقدار. الإنسان أسرار وتوجيه وأنوار، وشيء في دواخلنا له في النفس آثار، فهيا احكوا لنا الأحلام لنشرحها بأحلى كلام، فرؤيا الحق في الإسلام لا فعل وأقدار.
أعزائي المشاهدين في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. رجعت لكم بسرعة، هناخد رسالتين ثلاثة خفاف كده بسرعة، بعد كده أقول لكم رسالة مهمة جدا موجودة معايا. في رسالة بتقول أنا حلمت إني باكل حتة بطيخ، وبعد ما أكلت حتة صغيرة لقيتها نمل، وفمي فيه نمل وهدومي، وأنا كنت متكية على السر، ولما شفت المنظر ده قرفت. هو بيدل على مرض أو تعب نفسي، على ضعف صاحبة الرؤية، شخصيتها ضعيفة، حاولي تقوي شخصيتك شوية، والله أعلم. هقول رسالة تانية مهمة معايا بتقول ايه، حلمت اني اقف، الرسالة دي مهمة جدا عشان اطلع منها احداث. حلمت اني اقف امام تمثال ضخم ويمسك الكرة الارضية في ايده ويلف بها شمالا ويمينا، وفجأة وضع ايده الشمال على جبال في الارض، ووجدت سيدنا موسى عليه السلام يقف على جبل عالي، فتعجبت وقلت لنفسي هو ليه واقف لوحده، يعني هو ليه واقف لوحده على الجبل، ورأيت رجال كثيرون وجوههم حمراء بزي عسكري يدخلون هذه الجبال ويقطعون رجول ناس بملابس بيضاء ولهم لحيات كبيرة ويرموهم في بحيرة سوداء شديدة السواد. فجريت إلى التمثال لأنظر إلى الأرض، وجدت أرقام على جبين التمثال ورقم 21 و24. تعالوا بسرعة كده نفك الحلم بتاعنا المهم بتاع النهاردة ده. احنا عندنا هنا صناعة حدث، عندنا أراضي سينا، عندنا ورطة أمريكا، أمريكا في مأزق، عندنا صناعة حدث إرهابي. هنتكلم برضو بسرعة في الموضوع عشان ما طولش عليكم. أول حاجة احنا عندنا أمريكا هنا هتصنع حدث، هتصنع حدث إمتى؟ عندنا اللي في أمريكا بيلعب بيها شمالا ويمينا، هو بيدل على إن هو يحل مأزق، وحطه أمريكا حطت نفسها فيه، أمريكا عايزة تطلع نفسها من مأزق أو ورطة هي حطت نفسها فيه عشان تطلع كويسة قدام العالم. أما موضوع رقم 21 و24 فدي أرقام، هناخد الواحد في ريح الأربعة يبقى 14، يبقى 2/2/2014، يبقى احنا عندنا 2/2/2014 اللي هو تقريبا فاضل له 5 أيام. طب احنا مش عارفين ايه اللي فاضل له 5 أيام وممكن يحصل. أمريكا تصنع حدث علشان تغير المأزق بتاعها، أو تحاول إن هي تغير أوضاعها في الموقف اللي هي المؤسسة العالمية هتواجهها بيه. هذه حاجة. الحاجة التانية ان هي عندنا ان هي حطت ايديها على اراضي، والاراضي ديت على جبل، وسيدنا موسى شافته وكده، فبيدل على ان هم هيعملوا يصنعوا حاجة اسمها صناعة حدث ارهابي. يعني هم هيعملوا موضوع، الموضوع ده امتى؟ 2/2/2014 هم هيعملوا موضوع، 2/2/2014 هيصنعوا حدث، الحدث ده هيصنعوا، بعد ما يصنعوا طبعا هيكون في ضحايا، ما دي امريكا والشيطان بتاعها اللي بيلعبوا بيه. بعد ما يكون في ضحايا هيوجهوا الاتهام لمين؟ هيقولوا اللي هي اللي السياسيين اللي هم الدينيين والناس اللي هي مش انا مش هقول بقى الارهاب، هم هيقولوا الارهاب، ولكن هيسموهم الناس الاسلاميين السياسيين، هيقولوا ان هم دولت الارهاب، هم دولت اللي عملوا الموضوع ده عندنا. فيبداوا ان هم يتعاونوا مع بعضهم عشان طبعا تغير وشها قدام الناس، قدام الدول، فيبداوا ان هم يتعاونوا مع مصر، ويتعاونوا مع باكستان، ويتعاونوا مع ليبيا، علشان يقولوا في هنا ارهاب، في هنا ارهاب، في هنا ارهاب، يلا نحط ايدينا على ايد بعضنا ونجمع الارهاب ونحطهم فين؟ في بحيره سوداء شديده السواد، يعني اعتقالات مش هيطلعوا منها خالص لحد ما يموتوا، ده اللي هي مرتبه له الايام الجايه دي من خلال الرؤيه اللي قدامي ديت. فاحنا عايزين نقولهم اهم حاجه يعملوا اللي هم عايزينه، بس اهم حاجه ما يخشوش سينا برجليهم، دي اهم حاجه، ما يدخلوش سينا برجليهم، لان هو موضوعهم وقصتهم كلهم هم عايزين يرجعوا امريكا ترجع ليها الاولى في العالم زي ما هي كانت الاول، والوضع الثاني عايزه ترجع تحط رجلها في سينا عشان ترجعها لاسرائيل، بس بطريقه المحاربه ضد الارهاب. عايزين بقى نركز نشوفوا يوم 2/2/2014 ايه اللي هيحصل. لسه لحد دلوقتي انا كمان ما اعرفش، ولكن انا فكيت الرؤيه معاكم، فاحنا مش عارفين ايه اللي هيحصل، لان الناس اللي وشها احمر بزي عسكري اللي هم دخلوا على الجبال وبيجروا ورا الناس اللي هي بملابس بيضه، فهم دولت الاسلاميين السياسيين، ودولت طبعا اللي وجوههم حمراء بزي عسكري هم الامريكان. فاحنا عايزين نركز، والتمثال هو تمثال الحريه، عايزين نركز وركزوا معايا يوم 2/2/2014، عايزين نشوف ايه اللي هيحصل، وان شاء الله مش هينولوا ومش هيطولوا، مش هيعرفوا يبوظوا الدين بتاعنا، ولا يعرفوا يتدخلوا في دين الاسلام مهما يكون ان شاء الله. دي بتاعه النهارده كانت حلوه وعجباني، فانا حاولت ان انا اقولها لكم. هاخد رساله بسرعه بتقول حلمتني في مكان كله اشجار وحمام بيطير، وجمعت في ايدي الشمال ثلاثه او اربع بيضات حمام، وكنت فرحانه بشكل البيض. انا مطلقه. نفسك تفرحي بجد، وهتفرحي ان شاء الله بابن الحلال، لا يسترك ويسعد لك ايامك.
انا في الحقيقه بصحى من النوم بلاقي حنه في ايدي، لو سمحت رد عليا، حنه في ايدك، فهي بيدل والله اعلم على المباركه من ربنا عليك وبيدل على الخير عليك، لان الحنه يبقى اساسا في الاصل في الاحلام اللي هي العاديه بيدل على تغيير حال الست للاحسن. امال لو الحنه فعلا بتصحي بتلاقيها، فهي رحمه من ربنا عليك وبتدل على صيانه المولى عز وجل ليك، وما تخافيش من الامر وما تطلعيش الموضوع اللي معاكي لحد خالص، وسلميها لله وخليكي في الصلاه بينك وبين ربنا كويسه وخلاص. في رساله بتقول ارجوك يا استاذه منى، انا محتاجه لك قوي، بقالي 8 شهور عاوزه اوصل لك ومش عارفه ولا مره، ارجوك كلميني اعتبريني حاله انسانيه، انتوا كلكم اخواتي وعلى دماغي من فوق. حاضر 01259 حاضر ان شاء الله، بكلمكم كلكم يوم الخميس. هاخد رساله تانية بتقول انا دايما احلم اني داخله امتحان ومش بلحق اذاكر او مش لاقيه كتاب اذاكر. الامتحان هو الاختبار من ربنا عليك، ان انت مش بتلحقي تذاكري او ما انتش عارفه تذاكري ومش لاقيه الكتاب، هو كتاب الله. لو انت طلعتيه من الدرج او انت طلعتيه من المكتبه اللي عندك وفتحتيه وذاكرتي فيها، تعرفي ايه اصولك في دينك وايه المطلوب معاك من واجبات دينك وهتعمليها على طول خاصه بالدين، والله اعلم. حلمت اني قاعده باكل عند صاحبتي بتنجان مقلي انا وهي واخواتها وكلنا معانا باباها واخوها المتوفي رزق، والله اعلم. بس الرزق اللي هيجيلك في كلمه طيبه هتتقال عليك ده رزقك، والله اعلم. هاخد رساله بتقول صاحبي حلم ليا ان انا شايل فستان فرح ابيض، وصاحبي محمد شايل الجيبونه، مع العلم انه متقدم لواحده، وامي حلمت ان معاه قميص نوم ابيض جميل. مبروك، جوازه طيبه ان شاء الله، بنت حلال، بنت اصول، والله اعلم. رايت انني في الشارع على جنب على جوان يعني جوانبه اساور حديد، الشارع اساور حديد عاليه كانه السجن والناس فيه متكلبشه. جاءت طيور الهدهد تحاول فتح الكلبشات عن الناس، لكن جاءت غربان كتيره. طيب ده يعني انت حلمك هنا بيدل على ان في ناس مطلوبة، في ناس هتتاخد، في ناس مش عارفين هتطلع امتى، في ناس محكوم عليها وتهمها اكترها غلط، ولكن مع التحريات ربنا يفركها عنهم. الهدهد اللي جاه ده عشان يحاول فك الكلبشات، فهو كان بيدل فعلا كان هيطلع بامر الله، اللي هو الهدهد ده كان هيطلع قرارات اخلال سبيل كل السجناء، ولكن الغربان اللي جات هم خوفهم يعني هم خايفين ان يحصل حاجه في الانتخابات اللي جايه الرئاسيه، فهو بس هياجلوا المواضيع شويه بتاعت الافراجات دي بحيث ان الاول يخلوا احوال البلد تستقر، ولكن ان شاء الله دي بشاره جميع السجناء هيطلعوا بامر الله والله اعلم. ده لو ما كانش فيه تهمه عليه، ده اللي هو الغربان اللي هو جدير رؤيه النهارده. رساله تانية بتقول انا حلمت ان كان في 4 عبايات في المحل، الراجل اخد واحده وانا اشتريت 3 عبايات. يعني هو بيدل على والله اعلم يعني انت مشغوله بالحياه جامد وكده ونسي الاخره، فعايزين نفتكر الاخره بجانب الدنيا شويه، لان تشافه كل يوم اموات اموات، فهي دي الحاجه الوحيده اللي صحيه في حياتنا، وربنا برضو يفرك عليك ان شاء الله. انا محمد حلمت ان اذبح 3 بنات، ذبحت 2 والثالثه بنت بسمي عليها بسم الله الرحمن الرحيم. طب انت يا محمد ذبحت 3 بنات، انا مش عارفه وانت غدرت بحد من البنات يعني بحاجه، او انت عشمت واحده انك تتجوزها وما اتجوزتهاش، لان في هنا عندي ظلم. الثالثه سميت عليها بسم الله انك هتتجوزها، الثالثه واحده هتتجوزها، يعني ربنا يهديك خلاص وتقول انا هتجوز، بس يا محمد مش عايزاك تظلم، والله اعلم. استاذه منى شهدت الشيخ محمد حسان وهو بجوار سريري وايقظني من نومي واعطاني تليفونه المحمول وعليه قصيده، وقال خطيبتي اهديته لي، خطيبته اهدته لي، واحنا طلبه في الكليه، وكانت السبب في هدايتي، وبعدين اعطاني التليفون مره اخرى وعليه صوره لشقتي وكانت في غايه الجمال، و بعدين ذهبت معه لرؤية الشقة على الطبيعة وكانت فيلا وليست شقة، كانت دورين بالسلالم لونها أبيض والحيطان لونها أبيض والأرض أيضا، وكانت الصالة 3 خيول، وكانت في الصالة 3 خيول تحف ولكن بنفس حجم الخيول الحقيقية. طيب هو انت عندك هنا ان شاء الله طبعا شيخ محمد حسان، فمحمد من حمد وحسان من تحسين الامور، وطبعا شيخ داعية فبيدل على بامر الله على الحق اللي هيرجع لك، ولكن عايز اقول لك على حاجه، القصيده اللي على الموبايل هو بيدل على اظهار الباطل ليك بسرعه، الباطل هيظهر لك بسرعه، يعني كل حاجه هتتكشف لك امورها من اول ما تبدا معاك ما تقلقيش. اما موضوع ان احوالك تتحول وتتبدل للاوسع فبيدل على رضا ربنا عليك في الدنيا وفي الاخره ان شاء الله. موضوع الخيول اللي هي الخيول اللي موجوده اللي هي التحف بنفس الخيول اللي هي بجد، بس هي متجسده يعني زي التماثيل وكده، فانا عايزه اقول لك خلي بالك خلي بالك خلي بالك، لا تكوني ممسوسه وانت مش حاسه في وقفه حالك او دايما عياطك او قلقك على الفضو على المليان. ففي كلا الاحوال حلمك كله طيب ان شاء الله، ولكن عليك بالرقيه الشرعيه برضو مع الكويس ومع المريض، والله اعلم.
رسالة تانية بتقول: أنا راجل حلمت إن السقف غرفة نومي تشقق ونزل منه الماء لونه غامق. هو والله أعلم هو تعب خاص بك أنت، ولكن مش مشكلة إن شاء الله هتصحى، هتتعب وهتصحى. شوف أنا قلت الأول هتصحى واطفى بأمر الله، ما تقلقش لو شوية تعب جولك، عالج بس بالإجراءات وتفحص نفسك وكده وتشوف نفسك عند الدكتور وإن شاء الله تبقى كويس بأمر الله. حلمت إن رأيت عقد فصوص أو ماس وأخذته ووضعته في نصف رغيف عيش. هو ده لو الحلم ده بتاع راجل فهو بيدل على ان رزقه كله او المال اللي هيدخله هيبقى من كتاب الله، يعني ممكن يكون راجل داعية او يكون راجل هيشتغل بكتاب الله، يعني ممكن يطلع في قناة فضائية ولا حاجة ويتكلم بالقرآن وكده، هيكون الرزق بتاعه اللي داخله من القناة، يعني ده من كتاب الله اللي هو الفصوص او الماس اللي في رغيف العيش. طب انت لو ست فبيدل انك هتختم القرآن الكريم قبل وفاتك بامر الله بسنتين او بسنة، والله اعلم. ده الفصوص والماس في رغيف العيش، ده لو ست والله راجل، والله اعلم. في رسالة تانية بتقول: مش عارفة ضي ايه وشكلهم جميل، يعني هو حرف الضاد بس وشكلهم جميل، فانا لونت القمر باللون البمبي وبعدين استغربت لاني لقيت فيه خطوط حمراء، قلت القمر ما فيش فيه الخطوط دي مثل خطوط الشرايين. يا استاذة منى انا بعت الحلم ده كتير او ارجو الرد. طب انت يعني هو وشكلهم القمر، فانا لونت القمر باللون البمبي وبعدين استغربت لان هو، بصي هو انت المفروض يبقى ليكي وضع وليكي مكانه وليكي ولايه في المكان اللي انت فيه، مش ولايه انك تتحكمي في الناس، لا ولايه انك تدي رايك بس تديه بالصح وبعد ما تفكري فيه. ادي حاجه، انت نفسك يكون ليكي وضع وشان واسم، يعني الناس تحسسك بوجودك، ده اللي انت بتلونيه. اما الخطوط اللي موجوده مثل خطوط الشرايين، هو انت نفسك تحيي كده، يعني مثلا ايه فلانه راحت فلانه جات ازيك عامله ايه، دايما تحس ان حد بيسال عليك ومهتم بامورك، هو ده الحلم بتاعك والله اعلم. رساله تانيه بتقول: انا راجل حلمت كاني ارتدي جلابيه جديده وقام عم المتوفي بشكل جلابيه. طيب هو ده بيدل على خلاف بينك وبين شخص قريب منك، بس انا هقول لك على حاجه، انت اللي تغير طبعك للاحسن والله اعلم، لان هو جلابيتك انت في العفك انت، والله اعلم. حلمت اني انظر الى السماء بالليل ورأيت هلال كبير ابيض على اليمين يتجه نحو هلال صغير ويصدمه ويصدم اشياء اخرى ثم يسقط على الارض ثم صعد الى. هو الحلم اكيد هو ليه تكملة، والحلم ده مهم جدا، انا مش هفسره غير لما صاحبته تبعته لي كامل، لانه هو الحلم مهم، هو في رسالة بس انا عايزاه كامل، لو سمحتي ابعته لي كامل، اللي هو الهلال اللي اصطدم بهلالين، واحد صغير وبعدين اصطدم بحاجات تانية وبعدين نزل الارض. هنا المفروض في تكملة للحلم بتاعك، الله يبارك لك ابعته لي كامل. في رسالة بتقول: قرآن، قرأت القرآن في أوضة الأطفال بعدين نقلته في الصالة، فجأة لقيتني بقطع كبدة وفرخة. طيب هو الكبدة هو المال اللي دايما ما بيعودش. القرآن الكريم في أوضة الأطفال بعدين طلعتيه في الصالة، أنا عايزة الصالة دايما يكون في كل مكان في البيت، أما الفرخة هو أنت فعايزة تحوشي، حوشي تبقي جدعة، ولكن اعرفي إن كل حاجة بأوانها إن شاء الله، الرزق اللي بيدخل لك هو يا دوبك محسوب، هو ربنا كاتبه لك إنك تعدي يومك وتستري بيه يومك، هو ده إن أنت تقطيع الكبدة والفراخ. أرجوكي يا أستاذة منى اتصلي بيه على الرقم ده 011-59. حاضر. حلمت اني جالسه على كرسي وقدامي ترابيزه وكان في وضح النهار واهلي غاص، ويعني واهلي غاص مش عارفه يا جماعه، انا قلت الرؤيه هيت عشان صاحبتها دي بتاعت النهارده، عشان صاحبتها بس تقولي يعني واهلي غاص، فانا عايز اعرف كلمه غاص دي، غاص اصلا دي ايه، مش فاهماها، فياريت تبعتيها لي. في رساله بتقول: حلمت ان زوجي اتجوز عليا عرفي وبعد كده تركه وانا زعلت قوي. يعني انت هتعرفي عمره يزعلك من يمه جوزك وهتسامحيه، لانه ما يقصدش الامر ده، وخلي بالك وعلى مهلك من معاملتك مع جوزك لانه هو على اخره، والله اعلم. رساله بتقول: رايت شخص دائما ياتيني في المنام ومعه طفلين، رايت شخص دائما ياتيني في المنام ومعه طفلين ولد وبنت، وسالته ولاد مين دول؟ قال ولاد خالك ياسر، مع العلم ان خالي ياسر له 10 سنوات متزوج ولم ينجب، مكتوب له عنده ربنا. طالما شخص ما تعرفوش هو ده عمله الصالح وعمله الطيب وصبره وما اتجوزش على مراته، يقول لك تقول له ولاد مين، يقول لك ولاد خالك ياسر، متشال له عند ربنا، والله اعلم، ربما والله اعلم ربنا يديهم له في الدنيا قبل ما ربنا يفتقره او يتولاه، والله اعلم. معذره في كلمه يفتقره دي طبعا. هاخد رساله تانية بتقول: انا طالب في الكليه حلمت ان الدكتور بيصحح ورقه امتحاني واداني 5. انا طالب في الكليه حلمت ان الدكتور بيصحح ورقه امتحان واداني 5، نجاح بامر الله، اخلص في كل شيء ولا تلتفت للاقاويل الكاذبه عشان ربنا يصلح لك حالك للاحسن، والله اعلم.
حلمت اني ببيتك وبتكتبي على جبين والدتك، بتقول لك كل حد بتعملي له كده بيجي له عشق. دخلت الحمام عندك البس هدومي ومسحت راسي وكتبت الله اكبر. يعني حلمت اني ببيتك، يعني انت ببيتي انا ولا انت ببيتك انت، انا مش عارفه. حلمت اني ببيتك وبتكتبي على جبيني والدتك، بتقول لك كل حد بتعملي له كده بيجي له عشق. ودخلت الحمام عندك البس هدومي ومسحت راسي وكتبت الله اكبر. انا عايزه اعرف هو بيتي يعني ولا بيتك. وعامه هو الكتاب على الجبين هو حاجه لازم انت تشوفيها في ايامك او تشوفها في سنينك اللي جايه، حاجه مكتوب عليك انت لازم تشوفيها. اما موضوع العشق يعني انا مش عارفه هو العشق ايه، هل العشق ده من الجن ولا العشق ده حب في الدنيا ولا ايه. اما هو العشق هو بيدل على الحب، والحب على الهم، والهم بيدل على الالم، والالم بيدل على الانسان اللي هو مش عارف يستقر نفسيا في الدنيا. اما موضوع اللي هو الحمام عندك البس هدومي، فهنا الحمام تلبسي هدومك، هنا الحمام فبيدل على الالتزام، لانك انت بتلبسي داخله بتلبسي فيه هدومك، فهو الالتزام، وبيدل على التقرب الى الطاعات والبعد عن المعاصي. ومسحت راسي وكتبت الله اكبر. الله اكبر عليك، فك كرب وهم عليك ان شاء الله، والله اعلم. انسه حلمت اني اجلس على الكنبه وقالت امي اشربي اللبن قبل ما يبرد. الفطره والسلوكيات التربويه الدينيه اهتمي بيها، والله اعلم. حلمت اني ارتدي فستان فرح مجسم، يعني مجسم وليه كم طويل كانه قديم شويه وفيه خرز. طب الفستان المجسم وكده، طب انت لو مش متجوزه، احنا بنتكلم لو انت مش متجوزه وليه كم طويل كانه قديم شويه وفيه خرز، فبيدل على انت لو مش متجوزه فهيتقدمك والله اعلم رجل متجوز ويكون ظروفه يعني هي كويسه. اما موضوع اللي هو فيه الخرز ده، فيه خرز يبقى هو فيه عيب، العريس فيه عيب. اما انت لو انت متجوزه فبيدل على الحياه اللي هي ماشيه الحمد لله برده كويسه، ولكن عليك انك تستحملي الجوز، لان جوزك، لان موضوع اللي هو الخرز اللي على الفستان بيدل على امور تتعب الست او تتعب حياتها النفسيه مع راجلها، والله اعلم. فربنا يصلح لك حالك يا رب. حلمت ان صدري به لبن كثير يفيد منه وارضع زوجي، مع العلم ان لدي 3 اطفال وما برضعش. يعني بصي، يعني طالما انت هنا بترضعي جوزك هو بيدل على امر والله اعلم، يا تعب ليكي او لزوجك، شويه مضاعفات بسيطه كده وربنا هيشفيك او هيشفيه ان شاء الله. ولكن هو احتمال يكون الزوج، لان انت بترضعيه. اللبن الكتير صبرك ليه ودعواتك ليه اللي ان شاء الله هتجيب نتيجه، وربنا هيتقبل الدعوه بتاعتك وهيشفولك ان شاء الله، والله اعلم. انا حلمت بثلاث سمكات مستويين في صينيه كبار شويه واخس منهم حته بس. طب هو السمك ده رزق، فما تقلقيش هتاخدي رزقك، هتاخديه ان شاء الله. الصينيه هو انت ما تستعجليش على امورك، ربنا يصلك حالك يا رب العالمين. حلمت اني ماشيه وما فيش معالم للارض غير سما وارض، ما فيش معالم للارض غير سما وارض، ومعايا واحد علي او واحد علي، يعني ممكن نقول واحد اسمه علي، يعني هو اقتراب الساعه. خلي بالكم اللي ما بتصلوش، خلي بالكم ياللي بتنافقوا ناس على حساب ناس، خلي بالكم ياللي يا دجالين، ياللي حاجات كتيره جدا، اقتراب الساعه خلي بالكم، والله اعلم. بحلفك بالله استاذه منى اتصلي بيا للضروره 011 36. حاضر، كل ارقامكم بتبقى موجوده، والله بتواصل مع مجموعه كل خميس. حاضر يا حنان، رقمك موجود عندي. حاضر. حلمت اني في مدينه درع بسوريا، رافع رايه وكبرت 3 مرات التكبير، هو رجوعها لاهلها، رجوع سوريا لاهلها، والله اعلم. بحب شخص، استخرت بيكذب ام لا، حلمت بامي تقول اسمه خالد وخلدون، خالد وخلدون كذاب، خلي بالك، والله اعلم. حلمت ان عايشه في مقبره وكلبه بتجري ورايا وكلبه سودا وقفلت الباب. دنيتك اللي فيها مساوئ كتيرة واختلاطك بناس بتعينك على السيئات، فخلي بالك، والله أعلم. خلعت جزمة سودة وحشة ولبست صندل أبيض برباطين ولابسة بنطلون أبيض تحت جيبة. طيب خلعت جزمة سودة، طب أنت متجوزة وهل أنت عايزة تطلقي؟ ولبست صندل أبيض هو بيدل على زواجة، الرباطيين فبيدل على واحدة اللي يا إما مطلقة وهتتجوز، يا إما واحدة بتفكر في حد، والله اعلم. البنطلون الابيض ده هو سترك ان شاء الله، ربنا يكتب لك الستر مع راجل، او ربنا يهدي لك جوزك اللي معاكي، والله اعلم. بحلم على طول بالمنزل بتاعي السلالم مكسره والبوابه مكسره وحواليه زباله وبلطجيه وشحاتين وكوارع على الباب، مع ان بنتي اتمست فيه، بيدل على المكان الخارب من ملائكه الرحمن وكثره المشاكل والمتاعب فيه.
هو ده المكان اللي هو المخروب، اللي هو ما فيش ذكر الله، ما فيش قراءة قرآن كريم، ما فيش صلاة بخشوع، ما فيش تشغيل قرآن دايما باستمرار، فده المكان الخارب والله أعلم. شخص متزوج بيحبني، شخص متزوج بيحبني، حلمت اني جلسة بينه وبين ابنه باكل معاه في طبق رز. يعني انا عايز اعرف هو متجوز بيحبك ازاي؟ يعني هو مش متجوز؟ لا انا عايزاك تبقي حلوه ما تبقيش وحشه. طالما هو متجوز ما كيش دعوه بيه، سيبيه وابعد عنه. طالما انت بتاكلي معاه في طبق الرز فهتدخلي نفسك في مشاكل وهتدخلي نفسك في اسم، فما تبنيش سعادتك على 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 تعاسه واحده تانية. هي زيك وانت زيها، هي نفسها تتسعد وانت عايزه تتسعدي، فابعد عن الراجل ده خالص. والله يبارك لك عشان تدخلي نفسك في مشاكل، ده طبق رز اللي انت بتاكليه معاه، وممكن يكون بيسلي نفسه فيسلي نفسه عليكي ليه؟ ابعد عنه احسن. حبيبتي منا، انا سميه، حلمت ان اجلس في فصل مدرسه ومدرس الفصل والشيخ. تعليمك وتقييمك لنفسك وحساباتك للاخره يا سميه، والله اعلم. كنت واقفه في البلكونه، فجاه لقيت ستائر البلكونه متسخه جدا ومقطعه وشكلها وحش جدا. قلت لبنتي خديها واغسليها بسرعه، وكنت قلقانه جدا وزعلانه، وجلست ببنتي تغسلها في طبق كبير. الستائر هو الستر، ان هي تكون مقطعه وتكون مش نظيفه وزعلانه وعايزه بنتك تغسلها بسرعه، فحالك ينكشف للناس. داري امورك، لو صوتك عالي وطيه، لو بتحكي مشكلتك لحد ما تحكيهاش، لان الكلام بيتكرر ومش بيتكرر في نفس ما انت قلتي، ده بيتزود اكتر وحش. انك تقول لبنتك نزليها بسرعه واغسليها في طبق كبير، فانت هتغيروا احوالكم وربنا هيستركم ان شاء الله تاني، ومش هيجعلك تتحوجي لحد، وامورك كلها تتدارى، لان انت ما عدتيش هتتكلمي مع حد تاني من بعد النهارده ان شاء الله والله اعلم، او تحسي حد بظروفك. حلمت بريح شديدة وكنا خايفين قوي، دعيت اللهم ارفع مقتك وغضبك عنا، وجوزي قال نفس الدعاء وقال يا رب. غضب من ربنا على عباده، وخاصة ممن يدعون فقه الدين والداعي، الناس اللي بتدعي بالإسلام بالاسم والله أعلم. فياريت تكون الرؤية دي برضو وصلت. ازيك؟ يعني انا عايزه برضو هنا، انا عايزه اقول يا جماعه، اي حد عنده عايز فتوى برضو في الحلم ده، برضو عايز فتوى ولا عايز اي حاجه، ارجعهم للازهر واسالوا، اسالوا مشايخ الازهر، الازهر اللي هو طلع فضيله الشيخ محمد متولي الشعراوي، الراجل الجميل اللي مش هيتعوض تاني. بتقول انسه، ازيك يا استاذه منى، انا دينا كلمينا ضروري عشان مش عارفه اوصل لك، 01024. حاضر يا دينا، رقمك موجود عندي. الحمد لله الحمد لله، الله متقبل الاول يا رب العالمين. رسائلكم لسه موجوده معايا، وانا سامعاكم انتوا بتقولوا كده ومش كده وبتزعلوا، محدش يزعل مني. رسائلكم ان شاء الله بكره بامر الله في حلقه بكره الساعه 12، هنحاول ناخد وقت بدري واقولها لكم. شكرا لكل اللي اتصلوا بينا، ما تنسوش موضوع مشروع شموع الفرح، ربنا يدخل الافراح بيوتكم يا رب العالمين، ويدخلها في مصر ويحميها يا رب العالمين. في نهايه حلقتي استودعكم في حفظ الله وامنه، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. رؤى الإنسان أسرار وتوجيه وأنوار، وشيء في دواخلنا له في النفس آثار، فهيا احكوا لنا الأحلام لنشرحها بأحلى كلام، فرؤيا الحق في الإسلام لها فعل